بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. النهاردة جماهير النادي الأهلي دايما رفع راسها، وفكرة هتاف جمهوره ده حماه ده ما كدبش. جمهور النادي الأهلي دايما في المواقف الصعبة بتلاقيه، بنراهن على جماهير النادي الأهلي بتبقى موجودة. جماهير النادي الأهلي رغم اللي بيحصل، والجماهير مش هتبقى موجودة، والجماهير مش عارف الحقوا مين بيحصل له ايه، ومين بيتمسك ومين بيتحبس ومين ومين ومين، لكن جماهير النادي الأهلي الوفية بتروح النهاردة بتساند الجهاز الفني، بتساند الكابتن حسام، بتساند اللاعبين، بتساند شريف إكرامي، بتساند كل النادي الأهلي. عشان كده جمهور النادي الأهلي كل التحية والتقدير والاحترام، وده اللي احنا بنتكلم عنه. الواحد اعتزل بقاله 6-7 سنين وعنده رصيد كبير جدا وتشبع من البطولات وتشبع من لعب الكورة. لأول مرة الواحد النهاردة كان نفسه يرجع يلعب تاني. أول مرة يجيلي الإحساس ده النهاردة من جمهور النادي الأهلي العظيم. الكابتن حسام البدري كلم إدارته، نفتح الأبواب لجماهيرنا، يبقوا موجودين، يبقى في دعم، يبقى في مساندة، يبقى في كل حاجة. الإدارة بتستجيب، بيستقبلوا الفريق بالكامل وبيستقبلوا الكابتن حسام. أول ما نزلوا التدريب الناس كلها بتهتف للمدير الفني. قد إيه جمهور النادي الأهلي ده عظيم، قد إيه جمهور النادي الأهلي ده وفي. وفي أمور هتوضح لحضراتكم بعد شوية، في ناس بتحارب اللي حتى جماهير النادي الأهلي ما تبقاش موجودة جوه ناديها، لكن قرار صائب من المدير الفني وكمان مجلس إدارة النادي الأهلي. معانا على الهاتف المدير الفني المحترم ابن النادي المخلص الكابتن حسام البدري. برحب بحضرتك كابتن حسام. مساء الخير يا كابتن شادي. ازيك يا كابتن شادي؟ كابتن حسام، موقف رائع جدا ومبادره من حضرتك اكثر من رائعه، حاجه محترمه جدا. جماهير النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ الجماهير كانت موجوده وتقدم الدعم والمسانده النهارده كابتن حسام. والله في البدايه طبعا كابتن شادي عاوز اوضح ان يعني في لحظات بتبقى في حياه الواحد تملي كده تبقى مؤثره، برغم ان سنين طويله ومواقف كتيره ووجودنا في وسط جماهير كتيره في مراحل متعدده وفي مباريات متعدده وبطولات متعدده، لكن فعلا النهارده منظر الجماهير وحضور الجماهير بالشكل اللي انا شفته النهارده من الحاجات اللي اثرت فيها جامد جدا، من الحاجات اللي يعني مش عاوز اقول لك الدوافع قد ايه انا واللعيبه عندنا عشان المباراه الجايه طبعا بكل تاكيد وبكل واقعيه وبكل منطقيه، لكن صوت الجماهير النهارده وجودهم بالشكل ده وبعد حتى التمرين وانا مروح وجودهم واستمرارهم حوالين النادي موقف من المواقف بقول لك اللي هتفضل عالقه في ذهن الواحد، هتفضل مؤثره بشكل كبير جدا ان هي تكون فعلا بتخلي الواحد ينتمي الى الكيان العظيم دوت والجماهير العظيمه بالشكل ده، لان هم فعلا يستحقوا كل حاجه، يعني يستحقوا اعظم حاجه، يستحقوا افضل حاجه، يستحقوا اكثر حاجه، فعلا جماهير مؤثره. بقول لك المنظر وصوتهم، في نفس الوقت عاوز اشكر مجلس الاداره لتفهمه النهارده وترحيبه ان الجماهير تبقى موجوده، ومجرد يعني ما الفكره اتعرضت كان في ترحيب من مجلس اداره النادي الاهلي ان الجماهير تبقى موجوده، ووافقوا على طول وابتدوا ينظموا واختاروا. طب كابتن حسام، انا عايز استاذن حضرتك، خليك معايا واسمع معايا كابتن حسام. الجماهير النهارده في البدايه اول ما انا هسكت وعايز حضرتك تسمع عشان حضرتك تعلق. اتفضل يا شيخ. كابتن حسام، اكيد حضرتك سمعت معايا، ايه رايك في المشهد ده وتعليق حضرتك عليه؟ انت برضه بتعيد ثاني يا كابتن شادي الاحساس والشعور مره ثانيه، وهو احساس عظيم وشعور عظيم
وفعلا يعني بحمد ربنا، بقول لك ان الواحد يعني يبقى في الموقف دوت، في الشعور دوت، وان جماهير عظيمه زي جماهير النادي الاهلي دي تقول اسمه بالشكل اللي انا شفته النهارده ده. فبقول لك دي بتبقى حاجه من الحاجات اللي بتفضل هتفضل طول العمر عالقه في ذهن الواحد، وتخلي الواحد بقول لك تملي ملتزم يعني انه يحقق افضل حاجه للكيان اللي هو موجود فيه وجماهيره العظيمه دي. ان فعلا الجماهير دي تحقق افضل حاجه بقول لك، واعظم حاجه واكثر حاجه. وان شاء الله باذن الله بتمنى من ربنا ان شاء الله نحقق لهم الامنيه اللي هم كانوا جايين من اجلها النهارده. يعني هم جايين بدعم النادي وبدعم اللعيبه وبدعم الجهاز الفني في خطوتنا اللي جايه. بتمنى من ربنا ان شاء الله بكل الكم اللي جاء النهارده، بكل المشاعر اللي كانت موجوده النهارده، ان ربنا يعني يلبي يعني رغبتهم في تحقيق ان شاء الله البطوله باذن الله. اكيد يا كابتن هسالك، انت اكيد اتكلمت مع لعيبتك بعد التدريب والحافز اللي الجماهير والرسائل اللي الجماهير قالتها النهارده وصلت للعيبه؟ كابتن شادي ما انا ما انتظرتش لبعد التمرين يا كابتن شادي، يعني مجرد ما حيينا الجماهير ولفينا انا ما انتظرتش طبعا. يعني كان على طول الرساله اللي انا قلت لهم سامعين الصوت اللي ورانا دوت وشايفين المنظر بتاع الجماهير ده، يعني حاجه جميله، واعتقد يعني تستحق ان احنا نبذل اقصى حاجه يا رجاله ان شاء الله باذن الله عشان نحقق لهم رغبه. قلت لهم يعني المشهد اللي احنا فيه ده ان شاء الله يبقى دافع كبير لينا، ما انتظرتش بعد التمرين يعني. كابتن حسام عايز اذكر حضرتك واستغل وجود حضرتك معايا، 2012 نفس الموقف وجماهير الاهلي عملت مع حضرتك كده، وقدرت بامكانياتك الفنيه وبشخصيه حضرتك القويه وامام الترجي ايضا ترجع لنا بانتصار وترجع لنا بالكاس، فاكر يا كابتن حسام؟ فاكر طبعا ومتذكر، واللعيبه فاكره، وفي كمان الحمد لله في مجموعه يعني برضو من الحاجات الايجابيه اللي ربنا ممكن يساعدنا بيها ان شاء الله، ان في بعض اللعيبه كانت موجوده معانا في 2012 موجوده معانا في الفرقه، زي عبد الله، زي فتحي، زي نجيب، زي عاشور، زي اكرامي، كل دول كانوا موجودين، زي عماد متعب، مش عاوز انسى اسماء، وليد سليمان، كل دول كانوا موجودين معانا. ان شاء الله يبقى ليهم اثر ايجابي في تحفيز نفسهم وفي تحفيز الاخرين ان شاء الله. وبتمنى من ربنا، يعني احنا عندنا رغبه كبيره، وبتمنى من ربنا ان شاء الله ان تكون موفقنا باذن الله. كابتن حسام مش محتاجه الا تركيز، مش محتاجه الا ان احنا نبقى مركزين ان شاء الله في الملعب بشكل كبير جدا وبشكل فيه هدوء. بنلعب قدام فريق كبير، بنلعب قدام فريق محترم الترجي وعلى ملعبه، فان شاء الله واحنا فرقه كبيره وعندنا لعيبه مميزه، فان شاء الله يبقى كل تركيزنا وفكره مش النهارده بس، المباراه ان شاء الله، ونعمل افضل حاجه عندنا ان شاء الله. كابتن حسام البدري، عندي جزئيه مهمه جدا بالنسبه لي انا، وهي تصريحات حضرتك. اكيد احنا بنتابع لما حضرتك بتعمل مداخلات، بنشوف ردود فعلك، بتتكلم ازاي، في ايه يخص الفريق بتتكلم فيه. اشاده كبيره جدا لحضرتك كابتن حسام بعد المباراه على طول، حضرتك بتتحمل المسؤوليه، ما بحملش اي حد، انا اللي مسؤول، ودي من صفات المدرب الكبير اللي عارف حجم الموقف اللي هو فيه. وكانت تصريحات حضرتك موفقه جدا جدا يا كابتن حسام. اكيد انا تملي بقول ان اي انتصار واي انكسار بيبقى يعني وراء المجموعه كلها، يعني مش حد مسؤول لوحده، وفي نفس الوقت انا المسؤول عن المنظومه كلها كمدير فني، لكن انا برفض تحميل اي لاعب في وقت ما بيبقى في انكسار، والحمد لله ما فيش انكسار. هو احنا عشان فريق كبير وفريق عظيم، التعادل بالنسبه لنا بيبقى انتصار طبعا، عشان ده في المباراه يعني هوم واوي، يعني على ملعبنا وخارج ملعبنا تبقى مهمه، لكن ان شاء الله باذن الله انا بقول مرينا بمراحل صعبه زي دي، كل لعيبه عندها خبره وعندها ثقه في ربنا وايمان في ربنا ان شاء الله. هتلعب مباراه صعبه، هتلعب مباراه قدام فريق كبير، وهم كل تفكيرهم ان هم هيلعبوا فريق كبير واحنا فريق كبير، ان شاء الله نبقى موفقين باذن الله. كابتن حسام اروح بقى سريعا نطمن من حضرتك، هل حضرتك طلبت اللي في تونس تتمرن على ملعب رادس تمرينتين؟ لا ان شاء الله احنا باذن الله هنتمرن على ملعب الجامعه ان شاء الله، لما نوصل بكره ان شاء الله، وتمريننا يوم الجمعه التمرين الرئيسي باذن الله على ملعب رادس ان شاء الله. كابتن حسام مش الاستراتيجيه والامور الفنيه ما نقدرش طبعا نتكلم فيها خالص،
لكن طبعا. عايزين الكواليس الكابتن حسام واللي احنا شفناه النهارده من اللعيبه وحتى الكاميرا واحنا بنتفرج على التدريبات على شاشه الاهلي النهارده، الاصرار والعزيمه موجود. جاء في ذهني على طول يا كابتن حسام نفس الصوره اللي انا شفتها النهارده هي 2012. قادرين يا كابتن حسام زي ما بسال كل ضيوفي للامانه، وعايز يعني برضو حضرتك معايا اقول لحضرتك تليفونات واحنا على الهوا من النادي الاسماعيلي، من الاتحاد، من لاعيبه النادي الاهلي القدامى، الكل بيقول الكابتن حسام قادر ان شاء الله بامكانياته الفنيه وبشخصيته القويه وبلاعيبته الرجاله اللي موجوده. اكيد طبعا يا كابتن شادي، واكيد يعني بقول طبعا يعني حاله التركيز كبيره جدا، اللعيبه ان شاء الله عندها دوافع كبيره جدا، اللعيبه فاهمه حجم المباراه اللي هي رايحه لها، حجم الفريق الكبير اللي هتلعبه فريق الترجي، وعشان كده طبعا دوافع كبيره واحنا فريق كبير. لكن في نفس الوقت برضه من بعض الاخوه برضه اللي بيتكلموا على في التحليل وبيتكلموا على الاراء، يعني ما يكتموش امور، لان في يعني بعض كان سمعت برضه حتى في قناه الاهلي في بعض الاستديوهات التحليليه الاخرى ان كان لابد فلان يلعب زي مؤمن زكريا، مؤمن زكريا كان مصاب ما نزلش التمرين اللي قبل المباراه بيومين، فمحدش بيبقى عنده معلومات، يعني حتى رضا شحاته الكبير كان لازم مؤمن زكريا يلعب. يعني كل واحد بيبقى عنده واحد. يعني في حاجات بقول ان احنا نشجع اللعيبه كلها، بلاش نتطرق الى لعيبه بالذات، لان انا عاوز اللعيبه كلها تبقى جاهزه، اللعيبه كلها يبقى عندها امل في المشاركه وما نكدبش، وفي نفس الوقت ان شاء الله احنا كجهاز فني بنشوف افضل حاجه، عارفين امكانيات لعيبتنا، عارفين الجاهزيه اللي موجوده عند اللعيبه. بقول لك في بعض الاحيان بيبقى في لعيبه لسه مصابه، بتبقى لسه راجعه قبل المباراه او حالتها البدنيه مش كويسه، ما ينفعش تبدا المباراه، ما ينفعش المباراه لازم تبقى متقسمه، في لعيبه ما تنتظر اللي يبقى موجود معاك على الدكه بيبقى افضل عشان حتى يبقى في ثقل على الدكه، في حاجات كتيره. فانا مش عاوز حته الجزم دي في بعض الاحيان، لان حته الجزم بالذات في المباريات الكبيره دي برضو لا، هناك بعض اللعيبه تتاثر يعني حتى اللعيبه اللي ممكن تبقى عندها دوافع وعندها امل ان هي تبقى موجوده ومجهزه نفسها، اما بتسمع الكلام دوت برضو في بعض الاحيان، وبالذات لما بتكون يعني في قناه مؤثره زي قناتنا وقنوات اخرى. يعني كابتن حسام متخوف من التحكيم؟ اكيد. يعني مش متخوف، مش عايز اقول كلمه متخوف، لكن في اعتباراتي التحكيم، لان احنا شفنا في مباريات كتير طبعا التحكيم غير موفق، التحكيم الافريقي بيبقى ليه تاثير كبير جدا، وللاسف انا بقول لك يعني ان كان في سوء توفيق كبير، مش حكم مش عارف هدفه ايه، يعني انا مش عارف هدفه ايه في المباراه السابقه، واعتقد لو كنا يعني خدنا حقنا في المباراه السابقه اعتقد النتيجه كانت تبقى بشكل ثاني خالص. متفق مع حضرتك 100%. حابب يا كابتن حسام توجه اي رساله، عايز تقول اي حاجه، اتفضل يا كابتن حسام. لا انا عاوز اقول بشكر جماهير النادي الاهلي، بشكر مجلس اداره النادي الاهلي على يعني تاكيده ودعمه لحضور الجماهير النهارده بناء على رغبتنا وبناء على اقتناعهم الكامل بالكلام دوت. بشكر الجماهير اللي جت النهارده، وكان برضو ان شاء الله هيبقى ليها اثر ايجابي كبير جدا، حتى ما اتكلم مع اللعيبه، حتى ما احفز اللعيبه، حتى ما اتذكر ان شاء الله كل المواقف الايجابيه اللي ممكن ان شاء الله تبقى في ذهن اللعيبه قبل المباراه مباشره. اللعيبه من دلوقتي بتفكر كل يوم، بتفكر كل ثانيه في المباراه اللي جايه ان شاء الله. فباذن الله انا بقول يعني حضور الجماهير النهارده ان شاء الله يبقى احد العوامل باذن الله، ويبقى مكافاه ليهم ان شاء الله على حضورهم النهارده، ان احنا نقدر نعمل حاجه بمشيئه الله. كابتن حسام ربنا يوفقك في اختيار التشكيله المناسبه، هتفق معاك جاء الوقت اللي مش مهم مين يلعب، المهم الاهلي يكسب 100%. كلام حضرتك صح، ربنا يوفقك مرة تانية في اختيار التشكيلة المناسبة، وإن شاء الله ترجعونا بانتصار كالعادة في المواقف الصعبة، معدن الجهاز الفني ومعدن اللاعبين الرجال، إن شاء الله تحققوا لنا انتصار. بشكرك شكرا جزيلا المدير الفني للنادي الأهلي الكابتن حسام البدر. حسام، وزي ما قلت لكم جماهير النادي الأهلي دي تاج على الرؤوس، لولا جماهير النادي الأهلي وعمود فقري، وعمود فقري هو ده اللي احنا بنقوله دايما، جماهير النادي الاهلي هي جزء كبير من بطولاته، وهي دي الحقيقه. بتروح نجوم وتيجي نجوم وجيل يحقق بطولات وجيل تاني يجي يحقق بطولات، لكن جماهير الاهلي في الميعاد موجوده. جماهير الاهلي كلها بجروباتها باساميها بكل من اصغر واحد لاكبر واحد، انتوا تاج على الرؤوس، انتوا شرف ما بعده شرف، هنساندكم هندعمكم طالما بتروحوا المباريات تشجعوا بكل قوه وتقفوا جنب النادي الاهلي. طالما بتروحوا في المواقف الصعبه
بترفعوا راسنا وتساندوا في وقت حتى الناس مش عايزينكم تحضروا التدريبات، عشان ابقى امين المعلومات كلها كانت عندنا، واللي كان فيه تخوف هي دي الحقيقه وصدقونا. اللي كان فيه تخوف العدد يبقى كبير جدا وتتلغي التدريبه، والنهارده تدريبه مهمه جدا، هي دي الحقيقه. عشان كده ما رضيناش نتكلم في الموضوع، لكن كنا عارفين بالتنسيق مع الكابتن حسام، مع المدير التنفيذي داخل اللواء شيرين شمس، مع مجلس اداره النادي الاهلي، اللي الجماهير كانت هتحضر، والامور كلها كان لازم يبقى فيه هدوء. لكن لقينا على طول البعض الحق، مفيش جماهير، مفيش جماهير، مفيش جماهير، لا مش في، محدش يروح عشان هيبقى في حبس، هيبقى في ضرب، هيبقى في، الامور ما بتمشيش كده. الامور ما بتمشيش كده، التخوف الوحيد في اللي هو الجماهير، يجي عدد كبير جدا، يبقى العدد ينزل ارض الملعب زي شفنا موقف كتير جدا، فبالتالي التمرين هيتلغي، ولما يتلغي التمرين لازم نفهم اللي فيه لعيبه لسه ما شافتش جماهير الاهلي، فهيحصل ضغط، ده طبيعي جدا. ولكن النهارده خلينا نتكلم في الايجابيات، منظر مشرف، بتساند فرقتك، رسائل موجوده من جماهير النادي الاهلي لكل اللاعبين والجهاز الفني، ولا صوت يعلو فوق صوت الترجي، مباراه الترجي ده اللي احنا شفناه، وده الكلام المحترم، ودي جماهير الاهلي الوفيه، ودي الجماهير اللي لما انا قلت مليون مره جماهير الاهلي في المدرج في امور كتير جدا هتختفي، صدقوني بخبره سنين طويله. في ناس مش عاجبها، في بعض الصفحات مش عامله نفسها مش واخده بالها. في الساعتين اللي حضر فيهم الجماهير ناس اختفت، ناس كتير والله اختفت، كانت بتقاتل، بتقاتل للجماهير ما تبقاش موجوده، مش فاهم ليه. مش فاهم ليه. يا جماعه هو جمهور النادي الاهلي من امتى هيدخل التيتش ويضر فرقته؟ من امتى؟ عشنا عمر كبير جدا كان فيه كل ربع ساعه بطوله. الاهلي ما كانش ياخد جايين من اليابان وجماهير الاهلي، وكنا الخامس اول مره وجماهير الاهلي راحت تستقبلك، هي دي عظمه جمهور النادي الاهلي. ده العالم كله بيحسدنا على جمهورنا. اصحاب الفتن مش عايزين جمهور النادي الاهلي موجود، حاجه صعبه وحاجه أمور صعبة جدا جدا، لكن كانوا في الميعاد. أنا بشكر كل واحد راح كان موجود في الشمس النهارده من بدري، في ناس راحت من الساعة واحدة واقفة. رحتوا ورافعين راسكوا. رحتوا ورافعين راسكوا. لأن جمهور الأهلي عمره ما بيدلدل راسه أبدا. أنتوا تاج على الرؤوس مرة تانية. وشرف لينا كلنا اللي عندنا جمهور بالشكل ده محترم. محترم بيساند جهازه الفني. وبيساند لعيبته. ده الجمهور ده اعظم جمهور فريق في الكون، هي دي الحقيقه. تعالوا نروح ونشوف مع بعض بسرعه الرسائل بتاعت الجماهير للاعبين، لان مهم جدا اللاعبين تبقى في المشهد. مهم جدا اللاعبين تبقى في المشهد. نروح الاول هتاف سريعا كده، ناخد هتافات الجماهير معانا ونشوف الرسائل اللي وجهوها. والكلام الجميل والتشجيعات اللي احنا مستنيين. نروح نشوف روح الفانيلا الحمراء، اوعوا تنسوها. نروح اتفضل. الفانيلا الحمراء اوعوا تنسوها، اللون الاحمر رمز البطوله. الرساله دي لمين؟ للاعبين. العب بروح، قاتل جوه الملعب، اعمل اللي عليك، كلنا هنسقف لك، والنتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، بس اجتهد واتعب وقاتل واسمع صوت جماهيرك قالوا ايه كمان. الرساله الثانيه اتفضل.
الرسالة الثانية للاعبين، اسمع صوت الناس، العب بحماس. زي ما انا قلت الحلقات اللي فاتت، كور مشتركة بمنتهى القوة، مأذيش زميلي اللي هو من فرقة الترجي، وقاتل على كل لعبة مشتركة. هو ده الحماس، الرجولة في الأداء، الأداء الجماعي، بس بهدوء مش بتهور، لأن احنا محتاجين ان احنا نكمل المباراة ما يحصلش أي طرد، ودي نقطة مهمة. نروح نشوف الرسالة الثالثة. افريقيا يا ابطال، بجد مش هزار، رساله مهمه جدا جدا. ممكن يبقى هتاف في المدرج، ولكن دي رساله واضحه، وبنتكلم بحكم اللي في يوم من الايام لعبنا مع الجماهير وفاهمين. ممكن تبقى بانر يوصل لك الرساله، لكن هو جاي حتى البانر ما رفعهوش عشان يبقى ملتزم. تخيلوا افريقيا يا ابطال، لازم كل لاعب في تاريخك يبقى مكتوب افريقيا 1 و2 و3 و4، لانك بتلعب في الاهلي، لانك بتلعب في الاهلي. ما ينفعش بلعب كده يبقى زي اي نادي، لكن رصيدك اللي في البنك الحقيقي اللي كل بعد لما ربنا يا رب يطول كل عمر اللعيبه في الملاعب، لكن لما هتلاقي الناس بتستضيفك في كل مكان بعد لما تبطل، الحاصل على 5 افريقيا و4 افريقيا و3 افريقيا، فبيقول لك افريقيا يا ابطال بجد مش هزار، ودي كانت رسالة مهمة جدا. نروح نشوف الرسالة اللي بعدها. العب والله يخليكم، جمهوركم بيناديكم، العب اجتهد. وهرجع اقول جملة تاني، والله وانا بتابع التدريبات على شاشة النادي الاهلي قلت لكم وهفضل اقول، الواحد عنده تشبع سنين طويلة كلها بطولات وانجازات مع جيل محترم وجيل عظيم للنادي الاهلي، مع اجيال مكملة اكيد، بس انا بتكلم على التوقيت اللي انت شفت فيه كل حاجة. اول مرة من ساعة لما اعتزلت جمهور عايز البس فانيله النادي الاهلي وانزل التدريب. العبوا الله يخليكم، جمهوركم بيناديكم. ده تسمعها ابقى عايز الماتش المفروض بعد نص ساعه عشان اقول له لا انا لعبت وهقاتل والنتيجه بتاعت ربنا. نروح نشوف الرساله الاخيره، اتفضل. ودي بالنسبة لي أهم رسالة. جمهور الأهلي كبير، الكرة للجماهير. والبعض شكك في جمهور الأهلي قبل ما يروح، والبعض قال، والبعض اللي جري على الفيسبوك والمواقع اشتغلت على طول، ما هي في دايرة كده، ربنا إن شاء الله هيخلصنا منها قريب. مش عايز الجماهير تبقى موجودة بأي طريقة، وهي دي الحقيقة. ولما أتكلم الكرة للجماهير، هي فعلا الكرة للجماهير مش للبرنامج ده،
بالمناسبة أنا أولكم، ولا للمواقع ولا للبرامج ولا لأي حاجة خالص، ولا الانتخابات ولا مش عارف إيه، الكرة للجماهير، لأن أساس كرة القدم المتعة عشان الكل يستمتع والكل يبقى عنده انتماء. هو إيه الثقافة ما بيننا وما بين بره؟ بره من هو عنده سنتين بيتولد الطفل بيلبس تيشيرت مانشستر، بيلبس تيشيرت ريال مدريد، بيلبس تيشيرت برشلونة. فلما يبقى عنده 15 سنة و10 سنين الانتماء عنده بيزيد. لكن هنا بتموت في شباب، ولا يا عم انتماء ايه وكورة ايه دول رايحين يلعبوا. أنا في فيديوهات تانية شفتها قبل ما أدخل الحلقة والجمهور خارج والنظام والانضباط وماشيين بيهتفوا أفريقيا يا أهلي في الشوارع المحيطة اللي جنب النادي الأهلي. ليه مش عاوزين جماهير؟ كلمنا مرة واثنين وثلاثة ومليون، مسؤولين طلعت قالت لنا بقالنا 5 سنين. جميل قوي السيناريو قبل الدوري بأسبوعين الجماهير هترجع، خلاص الدوري يقول لك لسه يا جماعة ظروف استثنائية بس، والدولة يعني بنحاول لسه بنبني نفسنا. نيجي في الترانسفير بتاع نص السيزون يروح جاي قايل لك لا الدور الثاني يا جماعه خلاص نوعدكم هيبقى فيه 5000 يتلعب الدور الثاني. طب خلاص هنجرب ماتشات المنتخب، وبعد ماتشات المنتخب او المباريات الافريقيه ندخل جماهير. انتوا بتدخلوها اجباري اساسا، لان الاتحاد الافريقي مش هينفع تتلعب بدون جماهير. تضحكوا على مين؟ ادي دي جزئيه. يجي وهكذا وهكذا وهكذا، بقى لنا 4 سنين على الوضع ده. طب حتى الافكار اللي اشتغلوا عليها يرجعوا الجماهير، يقول لك ندخل الطلاب. هو مش الطالب ده اللي اتهمتوه اللي هو فاشل وبيجيب الفلوس منين عشان يسافر؟ ما ده الطالب اللي بيسافر. ده الحلول عندهم من وجهة نظرهم، مع الإعلام المساند اللي معاه لو ما عندوش أفكار غير تمام يا فندم. طيب إيه كمان؟ إيه الحلول؟ الحلول اللي أنت تقعد تتفرج في التلفزيون وهنشوف هنحاول ندخلها. طب اقول لكم على حاجه، هنحاول ب 2000 والانديه الجماهيريه ما تبقاش موجوده، يعني نبعد الجماهير. الانديه الجماهيريه يا جماعه بيعملوا اجتماع، انا بصارحكم اهو على الهواء، عارفين اخر اجتماع حصل فيه اللي قعدوا مع بعض عشان ياخدوا قرار بعوده الجماهير؟ عمل انديه الشركات رفضت جايبينهم في القعده. طب ما الطبيعي ما عندوش جمهور فهيقول لا مش عايز، لان الانديه الجماهيريه اساسا انحصرت. بنتكلم 6 7 انديه. عايزين نشوف المنصوره في الدوري الممتاز، هنشوف المحله من تاني، كل الانديه الجماهيريه ترجع تاني. لكن في ظل الاموال الصعبه الانديه دي اختفت. وكمان حتى اللي موجود مش عارف تدخل جمهورك، الاهلي العظيم الكبير جمهوره العظيم ده محروم انه يحصل مدار ويتامر عليك 20000 15 لا 12 لا 6000 في كده. في كده. احنا عاوزين حل ولا مش عاوزين؟ مجتمع عندنا، ما انا قلت مره المليون الجمله دي هختم بيها الموضوع ده. لما حد يبقى عايز يرجع الجماهير لازم، انا مثلا انا مسؤول وقاعد على كرسي اللي انا قادر اعمل اجتماعات واقدر اجمع الناس واخد قرار. تخيل عايز اخد قرار وانا ما عنديش الاراده جوايا، مش مقتنع بالموضوع، فعمري ما هحله وعمري ما هرجع جماهير طالما انا اساسا في فكري وعقيدتي اللي خليها ماشيه كده وخلينا في هدوء. ما عندكش الاراده ولا اللي انا بفكر ان انا ارجع الجماهير، هي دي الحقيقه. لكن تخيل واحد بقى متحمس وعنده الاراده ويتقال في عهدي يرجع الجماهير، هو ده هي ده الاصول المفروض يحصل. مبادرات يعني مش هقول حاجه ممكن تزعل مني، مبادرات عارفين خايبه. واللي يقول لك مدرجات مش عارف ايه خاوه، مبادره مدرجات خاويه، والتاني يقول لك مدرجات بلا تعصب. يا عم تعصب، اذا كان انتوا المتعصبين، اذا كان انتوا اللي بتقولوا لنا في الاعلام الاهلي لما بيلعب الاسماعيلي المعركه معركه مش عارف حربيه ما بين الاهلي والاسماعيلي، انتوا اللي عملتوا كده سنين طويله حتى على المستوى واحنا بنلعب. هي دي الحقيقه. انتوا اللي خليتوها معركه. ولا انا كمان بنتكلم غلط؟ الكره للجماهير كمان، عشان انصف واقول كلمه حق، الكره للجماهير المحترمه، الكره للجماهير اللي بتحترم مؤسساتها، الكره للجماهير اللي راح تشجع ناديها وتسنده وتقف في ظهره وتبقى محترمه في تشجيعها زي ما شفنا النهارده. ده اللي احنا بنسنده وما بنقولش حاجه غلط. لكن الاراده، طالما ما عندكش اراده ان انت تاخد قرار، هتشوفوا الوضع زي ما حضراتكم شايفينه. هعرض حاجه سريعه لان مهم جدا
الكواليس قبل. انا امبارح سمعت او النهارده الصبح سمعت في اللي بيقرب من النادي الاهلي بيتحبس، بيتحبس عشان السكارف والنغمه. وعيني في شباب صغير بيضحك عليه، في شباب صغير بيضحك عليه صدقوني، بيتحبس عشان ممنوع الدخول، اوعى حد يروح. كام واحد كتب لكم كده؟ انا قلت لكم المعلومه كانت عندنا، وبعتذر لاول مره، لاول مره في تاريخ البرنامج الكره والجماهير يخبي على الجماهير حاجه، لاول مره. لان لما عرفنا دورنا نساعد النادي، وقعدنا يعني امبارح مترددين نقول يا جماعه في بكره جمهور. والمعلومه اللي عندنا ان لو اللي انا حكيتها من شويه، اللي الجماهير لو حضرت هيبقى لو اتلغى التمرين هتبقى مشكله، لان عندك اللعيبه الخبرات في الفريق خمس ست لعيب وفي صفقات جديده، لو شافت الكلام ده ممكن يحصل توتر. ده احترمنا وجهه النظر واقتنعنا بيها، لكن عشان كده سكت، واضطرينا نقول مفيش، واضطرينا نقول لا هيبقى في مسانده من عند المطار. كل ده عشان خاطر النادي الاهلي، واول مره للامانه نكذب عليكم، وهي دي الحقيقه. لكن الجماهير راحت، ما شفناش الكلام اللي بيتقال. هعرض لحضراتكم حاجه دلوقتي، انا علاقتي بيه محترمه جدا واحترمه، لكن ليا بعض الاسئله عايز اسالها له العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كره القدم. نقلا هتشوفوا حاجه في موقع في الجول دلوقتي، وقال كلام بالنسبه لي غريب جدا، ودخل مداخلات في الراديو انا سمعتها. مع احترامي البدري، الاهلي لا يعاند الاهلي، وبعد كده لا يعاند جماهير النادي الاهلي، وقال كلام واوضح المدير التنفيذي ملعب الاهلي والمساحه لا تستحمل كم الجماهير. هو حضرتك هرد بالراحه، هو استحملت الجماهير في الاعضاء الجمعيه العموميه اللي هم عددهم 160,000، انت ما تعرفش هيحضر لك كام. استحملت في اللائحه الاسترشاديه ودلوقتي بقت ما تستحملش عادي، وقبل كده كانت تستحمل؟ لا 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 مش مصدق. ادي دي واحده. ولم تطلب اداره الاهلي اي حضور جماهيري. هو حضرتك انا اقول لجماهيري تيجي واستدعيها، لان حضرتك مش متحدث رسمي للنادي الاهلي. انا استدعي جماهيري في اي وقت لمسانده لدعم. ما بستدعيش جماهيري عشان تروح طرف ضد طرف، انا بستدعي جماهيري عشان تقول الرسائل اللي احنا شفناها. العب افريقيا يا اهلي، العبوا بحماس. فحضرتك مش متحدث رسمي جوه النادي الاهلي، والله بحترمك جدا ومش عايزك تزعل من كلامي، لكن انا بقول لك الحقيقه، حضرتك مش متحدث رسمي للنادي الاهلي. بيقول لك لم تطلب اداره النادي الاهلي اي حضور للجماهير. ده كمان ده احنا في زمن اخبر بقى، ده كده صعب قوي. المفروض اشاور انتوا ايه يا جماعه؟ الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره واعضاء جمعيته العموميه لا ما بتمسكلناش الخرزانه، يعني نتحرك ازاي على اخر الزمن؟ هو كل حاجه كده؟ لا، قلت لكم للمره المليون هرجع اقولها لكل الجماهير وكل اعضاء الجمعيه العموميه وكل اهلاوي من اصغر واحد لاكبر واحد. السكوت الاهلي مش ضعف، الاهلي قوي قوي وجامد جدا في قراراته صدقوني. فانت تسيب الناس تتكلم زي ما عايزه، في الاخر الجماهير حضرت ولا ما حضرتش؟ مش مطلوب يحصل كلام كتير واهانات وترد عليها، لان المبادئ والاحترام والاخلاقيات من 1907 ل 2017 ده هو المبادئ، هي دي الاخلاق، هي دي الحقيقه. فكمان قال ايه؟ الامن لا يعاند جمهور الاهلي بل اكبر الداعمين له. هو اللي دخل الامن في الموضوع؟ هو كان في حد النهارده في الملعب؟ هو ليه اقحام الامن؟ الامن بنحترمهم ومحترمين وبيأدوا واجبهم، ما كانش في فرض امن واحد سياده العميد. بلاش بقى العقليه الامنيه دي بقى الصعبه بقى، ما تخلي الجماهير بتحترم الامن خلاص، والمباراه شفناها ببرج العرب وما فيش اي مشكله دخول وخروج وتفتيش زي الفل. ما تعاملناش بقى بالعقليه دي لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت. كمان قال ايه؟ ورفض الداعمين، لا يعني الامن كان داعم بشكل كبير، ورفض الفكره حرصا على سلامه الجماهير وتفادي اي ضغط على المدير الفني او رئيس النادي، واتمنى التوفيق في النادي الاهلي مباراه الترجي. حرصا على سلامه الجماهير ورفض اي ضغط على النادي الاهلي، هو جماهير الاهلي بيعمل ضغط على لعيبته؟ ايه السم في العسل ده؟ ودخل ورئيس النادي هو اللي هينزل التدريب. امور الواحد مش مصدق بجد، الواحد مش مصدق بجد. يا سياده العميد
اخرج حضرتك من الدايره دي صدقني، لان انا بحترمك جدا جدا جدا. خليك بره الدايره دي اللي احنا عارفينها كويس قوي. كفايه علينا اللي منك واللي متلزق عشان المصلحه. كفايه علينا من اللي منك وقعد يقول من الجماهير مفيش جماهير محدش يروح، محدش يروح، اول حد يروح والجماهير راح. ولو اتقال لها ما تروحش هتروح. بموافقه مين؟ مدير الفن زي انا ما قلتش. كابتن حسام مدير الفن. ولازم طبعا يرجع لاداره النادي وده سيستم ومعروف، والناس وافقت. وراحت الجماهير وروحت في سلام وهتفت للفريق ولا دخلت المؤسسات في اي موضوع ولا حد يمسك عليهم حاجه غير هو جمهور محترم. الكلام ده صعب قوي. صعب قوي على الاقل لو انا مش بعمل برنامج وقريته وبشجع الاهلي وقاعد في بيتي زي ما انت مقعد الجماهير كلها في التلفزيون ماسكه الريموت تتفرج على الاهلي. هبقى زعلان قوي. زعلان على ناديه اللي اسمع الكلام ده بصراحه. عندكم امور كتير جدا تحلوها وتتكلموا فيها وتجتمعوا فيها وتقولوا احنا ما بندخلش في قراراتكم. مش كفايه ماتشاتنا بدون جماهير وساكتين وقلتوا لنا مليون مره جماهير بلاش والنبي العقليه بتاعت ما وافقوش ما قالوش ما عملوش، لان انا مقتنع ان الكلام ده ما بيحصلش اصلا بعد قبل كده حصل من سنه ونص القناه بشكلها القديم لما في مسؤول امني كبير اتكلمنا معاه وقال انا وافقت ما اديت موافقه. قلت له امال ايه اللي بيقولوا القرارات اللي كانت طالعه كان ايام جمال علام وكان موجود الاستاذ جمال علام وكان موجود العميد سيد سويلم. قال لي هم يقولوا اللي يقولوه، انا قلت لحضرتك الحقيقه اللي حصلت النهارده. فطلعوا بعدها قال لك لا الامن بعت من ربع ساعه وطول النهار الكلام موجود، هنعمل ايه تاني؟ هي قلت لكم لما حد يبقى عنده موضوع عايز يحله بهي اراده. نروح نشوف كمان صحينا بالظبط كده قريت الخبر ده الساعه 3:30 3:15 قبل الجماهير وهي بتتحرك رايحه على التتش. الامن يلقي القبض على عدد من جمهور النادي الاهلي، الساعه كام؟ 3:30. الملعب اساسا الملعب اتفتح الساعه 4. حضرتك 3:30 تعمل فتنه؟ طب ايه الهدف من الكلام المكتوب ده؟ كان في موقع الوطن عشان ايه نتكلم بمنتصر. طب ايه ما تقول تعامل محترم، جماهير الاهلي منظمه، جماهير الاهلي جايه تساند. هو لازم الفتنه؟ يا جماعه الكلام ده مين بيحاسب؟ ما ده اللي بيعمل الفتنه بجد، ده اللي احنا بسببه تلاقي 72 بيموتوا وتلاقي 22 بيموتوا، ده السبب. ده السبب. وفي الاخر يبقى عادي، اللي زي دول ما يتحاسبوش. الامن يلقي القبض على عدد من جمهور الاهلي، ولا واحد حصل له حاجه. ده الساعه هو الخبر كان الساعه 3 وشويه. طب ليه ده؟ طب ليه ده؟ وفي ناس بتقاتل. والغريب بيتكلموا باسم الاهلي، اوعى حد يروح يا جماعه في الناس بتتمسك وبتتحبس، ولا واحد، ما حصلش الكلام ده. مش انا قلت لكم الساعتين بتوع الجمهور اللي كان موجود فيهم؟ لان جمهور الاهلي في المدرج انسوا بقى الصفحات وانسوا اللي عامل لي هيرو وانسوا اللي عامل لي عنتر شايل سيفه واللي قال لك كمين واللي قال لك ايه الحاجه، ما حدش يدخل من عند البرج عشان ولا من نزلة 6 اكتوبر، ده في ناس كتبت كلام غريب. ده في صفحات معموله لنا مخصوص بتستنى كل كلب. يا راجل لو احنا قلنا لكم حاجه غير ساند الاهلي. اوعوا تفكروا الكلام ده هنتاثر بيه ولا نخاف، اللي يخاف هو شغال في الاعلام ده ما يشتغلهاش احسن. لكن الحمد لله ملفات دخلناها بتاعت اللجنه الاولمبيه وكل يوم بنوريكم مفاجات والنهارده في مفاجاه. والنهارده في مفاجاه. ووقفوا الناس اللي دخلوا معانا. لا 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 انتوا داخلين، لا يا جماعه بصوا هم داخلين كده بياخدوهم هم واحد واحد بيتحبس اهو. هو حد نظمهم؟ انا الحمد لله اللي كاميرا الاهلي دي فيها كل حاجه، شايفين الكمين واقفين ازاي يا جماعه؟ خليكم معايا عشان انا بعد كده هتشوفوا الكلام ده في كل المواقف. ولا في اي حد بره النادي اهو. انا الامن محترم في ممرات وده اللي احنا طالبنا بيه كتير، وواحد واحد داخل صف. اعرض لي الصوره. وادي اللواء شيرين شمس ووليد مهدي ملف الجمهور معاهم وبحييهم مره ثانيه ومليون على السيستم اللي عاملينه. النادي الاهلي دايما المبادره بحييهم على الشغل. ادي حد قال لهم امشوا في الصف؟ شايفين بيتاخدوا ازاي يا جماعه؟
شايفين الهتافات بيشتموا ازاي في الاهلي وداخلين يهاجموه. دي البوابه الجانبيه اللي بتطلع على المدرج اللي هيروح فيه الجماهير. تحيه لرجال الشرطه اللي كانوا موجودين امام الملعب. واتمنى تبقوا تساعدونا في الكلام اللي بيتكتب دوت، علشان الناس دي هي اللي بتوتر العلاقه. هختم الكلام دوت ايضا، لما جماهير الاهلي ترجع المدرج هتختفي امور كتير جدا 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 بخبره سنين طويله داخل النادي الاهلي. لكن قبل ما انتقل للي بعد كده، مرة تانية كل التحية والتقدير لجماهير النادي الأهلي اللي راحت وسندت. عملتوا اللي عليكم، رفعتوا راسنا كالعادة، شرفتونا، انتوا تاج على الرؤوس، من أصغر واحد كان موجود في الملعب النهاردة لأكبر واحد، والهتافات والرسائل وصلت لنا كبرنامج، ووصلت للعيبة، ووصلت للجهاز الفني. انت عملت دورك وزيادة، إن شاء الله الدور اللي جاي هو دور الجهاز الفني واللاعبين. جماهير النادي الأهلي انتوا تاج مرة واثنين وثلاثة ومليون، انتوا تاج على الرؤوس. دايما بتعلمونا نرفع راسنا، دايما في المواقف الصعبه وفي الازمات بتبقوا قابلينا كلنا. دايما بتضربوا المثل اللي منكم كتير جدا اللي معهوش فلوس يدفع عضويه ثمنها غالي جدا، بيبقى قبل اي حد موجود وبيقول التشجيع او حب او عشق الاهلي هو شرف ما بعده شرف. فكل التحيه والتقدير ليكم. انا بشكركم شكرا جزيلا ان انتوا بتقووا موقفنا، واللي انتوا طول الوقت بترفعوا راسنا. عشان كده كمان لازم اختم زي ما انتوا هتفتوا لزمايلكم المحبوسين، ان شاء الله يخرجوا، ان شاء الله يخرجوا، لان احنا نعلم تماما بعض الكواليس فيها ايه، لكن علينا اللي احنا نحترم القضاء ونحترم القانون لو عايزين تبقى دوله قانون، لكن ان شاء الله يخرجونا بالسلامه ونستضيفهم ويوعدونا اللي ان شاء الله هيبقوا بيساندوا النادي الاهلي وبيقفوا في ظهر النادي الاهلي، وده مهم جدا جدا. وتحياتي تاني لكل أسرهم اللي مستحملين أمور صعبة جدا، بنتواصل معاهم، وإن شاء الله إن شاء الله قريب جدا في مفاجأة لكل الأسر. ما بنحبش نقول الكلام ده على الشاشة، لكن إحنا مش بعيد عنكم وإحنا قريبين منكم، وتواصلوا معانا لو في أي حاجة، لأن ده واجب علينا، لأن كل نجم داخل النادي الأهلي وكل واحد تعب وكل واحد عمل اسم كبير أنتوا السبب فيه، أنتوا وأولادكم المحترمين اللي إحنا شفناهم النهاردة. دلوقتي هنطلع لفقرة رد الجميل، وبعدها نستقبل اتنين من نقادنا الرياضيين، اتنين محترمين، نسمع آرائهم بعد الأخبار في تونس اللي موجود فيها. كل ده هنناقشه مع الأستاذ الناقد الرياضي بالأهرام الأستاذ حسن خلف الله، وكمان رئيس القسم الرياضي باليوم السابع الأستاذ عمر الأيوب. كنت رايح النادي الاهلي عشان العب يا هاند بول يا فولي بول، واللي حصل ان انا وانا يعني كان تدريب بتاع فولي بول ودوني الكوره قالوا لي العب صابع في الحيطه، فطبعا الشمس ضربه في عيني وانا ماسك الكوره وشغال، فزهقت خليت المدرب بص الناحيه الثانيه، رحت حط الكوره ورحت مزوغ خارج بره الملعب، وانا خارج كان في بوابه صغيره تخرج منها قصاد على طول ملعب مختار التتش ملعب العظيم، فبصيت فيه لقيت زخم وناس بتجري وناس بتنط في الرمله وناس بتنط على مرتبه، والعاب القوى في الوقت ده يعني ما كانتش معروفه لينا يعني بس نشوفها في الاولمبيات، وكان شكلها في الاولمبيات مختلف لان التراك في الاولمبيات كان تراك حديث، تراك عندنا في النادي الاهلي كان وقتها لسه تراك مش حديث ولونه غير لون اللي انا بشوفه في التلفزيون، فما ادركتش ان دي العاب القوى اللي انا بشوفها في التلفزيون، قلت انا عاوز اجرب مع الناس اللي بتشتغل دي اللي بيسابقوا بعض والكلام من ده، وفعلا دخلت التراك، وكان وقتها يعني هو حاليا ربنا يديله الصحه كابتن محمد غريب منصور، وهو كان صاحب الرقم القياسي المصري في الوثب الطويل 7 متر 76،
والرقم ده يعني ربنا كرمني وتخطيته وكسرته، وكانت يعني دي حاجه كويسه ان المدرب ابنه من اللعيبه هو اللي عمل رقمه، ودي حاجه كابتن غريب يعني ربنا يبارك له ويعتز بيها وبيشيد بيها دايما ان واحد من ابنائه هو اللي كسر رقمه. فقلت له يا كابتن انا ممكن اسابق الولد ده واخليه يقف قدامي كمان 10 متر واجري واسابقه. قال لي والله طب وريني انا عاوز اشوف الكلام ده، وفعلا حصل وجريت وسبقته. قال لي طب خلاص انت معانا في الفريق، وابتديت اتمرن وقتها مع كابتن محمد غريب، ويعني اتمرنت تقريبا حوالي شهر ونص مع كابتن غريب، واشتركت في اول بطوله كانت بطوله القاهره للطلائع. وبعد بطوله القاهره للطلائع لعبنا بطوله الجمهوريه للطلائع، وقتها كانت على ما اظن سنه يعني اواخر 87 او اوائل 86، ووقتها تقريبا خدت اول قاهره برقم على ما اتذكر 4 متر حاجه و70، وتدرجت في التدريب وفي التقدم في المستوى لغايه ما وصلت المنتخبات القوميه، شاركت في المنتخبات اللي هم اللي بيقولوا عليهم تحت 18 وتحت 20، وبعد كده وصلت للدرجه الاولى، وكان معايا جميع ابطال النادي الاهلي زمايلي. اكتر موقف محزن يعني او اثر في حياتي الرياضيه، ويمكن هو خلاني كمان اثر في 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 السكه بتاعت البطولات اللي انا كنت ماشي فيها، هو سيدني 2000. يعني ده حصل للاسف الشديد، انا كنت خارج من مصر في احسن فورمه ممكن يوصل لها لاعب في الوثب الطويل، وقبل السفر يعني ليله السفر بالظبط انا كنت ناطط في بطوله الجمهوريه، وده تذكره كل الناس القائمين على العاب القوى ومدربين الوثب في مصر عارفين ده كويس. بطوله الجمهوريه قبل السفر للاولمبيات انا عامل فيها 8 متر 09، وده رقم يؤهلني بمنتهى السهوله ان انا اكون في الفاينل بتاع الاولمبيات بتاعت سيدني. يعني في التحضيرات نطينا ارقام يعني مدلولها ان انا ان شاء الله رب العالمين هكون وسط الثلاث ميداليات. وصلنا يوم البطوله صبح اللي هو التاهيلات، سخنت وعملت الاحماء بتاعي والمدرب بتاعي معايا، ومفيش يعني ادنى شك وادنى مشكله ان انا هنط من اول محاوله هكون ان شاء الله في الفاينل، اعمل الكواليفيكيشن ستاندر في اول محاوله واتكل على الله عشان اروح للفاينل. ونزلت الماتش بالظبط في اول محاوله، جريت في بعد اربع خطوات بالظبط في طريق الاقتراب بتاعي حسيت بالام شديد او حسيت بالترقعه في قدم رجلي اليمين. طبعا في الوقت ده في ظل الجمهور اللي اعداده رهيبه، في التشجيع الفظيع، في حماستك، في اسم مصر اللي انت بتفكر فيه، في الناس اللي منتظرين ان انت هتحقق حاجه، ما كنتش حاسس بحاجه. جريت وكملت المحاوله، بس طبعا اللي حصل ان كان حصل شرخ في قدم رجلي في مكان اسمه العظم الزورقي، وخلصت المحاوله رجعت علقت الجزمه اشوف ايه اللي بيألمني في رجلي، بصيت لقيت حصل تورم فظيع. رفضت طبعا ان انا اخرج، انا بيبقى لينا في الكواليفيكيشنز بيبقى لينا 3 محاولات، وانا نطيت واحده منهم حصل الاصابه دي. رفضت ان انا اطلع، الدكتور قال لي لازم تطلع، قلت له لا مش طالع. السبايكس او الجزمه الحذاء بتاع اللي احنا بننط بيه بنجري بيه بحط رجلي فيه ما اقدرش اربط الرباط، رجلي يعني تورم فظيع، فلفيت عليه لزق عشان مش هقدر اربطه، لفيت عليه لزق على رجلي وجريت المحاولتين يعني بآلام فظيعه، يعني اكاد اكون ببكي وانا بجري، بس مش قادر اصدق ان ده حصل لي، مش قادر اصدق ان انا هخرج من المكان ده من غير ما احقق اللي المفروض احققه. وحاولت على قد ما قدرت، ما قدرتش طبعا، خلصوا 3 محاولات بتوعي، جهاز الطبي للدوره جه ورجلي بقت طيران بشكل فظيع، الآلام بقت رهيبه جدا، حبوا يخرجوني العجله اقعد على العجله ويزقوني، رفضت، سندت على الدكتور شمال ودكتور يمين، خرجت، الجمهور بقى بيسقف بطريقه هستيريه فظيعه لا امتلك وقتها الا الدموع، وابص على زمايلي اللي لسه بيلعبوا وابكي لاني ما مش قادر، يعني لو املك القدره على ان انا انط برجلي واحده كنت لازم اقدر اعمل كده، كنت هعمل كده عشان ده حلمي، وحلم كان ناس كتير ورايا وحلم مصر كلها وقتها ان حاتم مرسال هيجيب ميداليه اولمبيه لمصر. النادي الاهلي مكان جميل، مكان مصنع ابطال، لعيبه النادي الاهلي قمه في الاخلاق، قمه في الرجوله، تعاون، يعني حاجه انا من المحظوظين ان انا ابن من ابناء النادي الاهلي، من المحظوظين ان انا كنت بطل من ابطال النادي الاهلي، انا من المحظوظين ان انا عشرت ابطال ولعيبه النادي الاهلي في جميع الالعاب الرياضيه
سباحه، العاب قوه، طايره، هاندبول، كل رياضات النادي الاهلي. امسكم خيرا بالرياضات الشهيده، امسكم خيرا بالناس اللي فعلا بتتعب، بتوع الكوره بيتعبوا، وكمان بتوع الالعاب الثانيه الالعاب الاخرى بيتعبوا. فيا ريت يبقى في يعني بالانس ما بين الرياضات الكوره والالعاب الاخرى، لان حتى بتاع العاب القوه بيتعب، زي لعيبه كره القدم، بتاع الفولي بيتعب، بتاع الهاندبول بيتعب، بتاع كلنا بنتعب في الرياضه. فيعني حقنا عليكم ان انتوا تدونا حقنا في ان انتوا تظهروا تعبنا وتظهروا نجاحاتنا. وما تنسوش في اسامي كتيره في الالعاب الفرديه لازم نهتم بيها، ولازم نسلط عليها الضوء، ولازم ابناء النادي الاهلي يكونوا عارفين ان في تاريخ النادي الاهلي ابطال عظام في العاب اخرى غير كره القدم. بحضراتكم من جديد، ودلوقتي معاد فقرتنا الاولى. معنا اثنين من النقاد الرياضيين المحترمين، دايما بنثق في رايهم، دايما لما بنتكلم في موضوعات ونناقش قضايا بنهتم يبقى معانا نقادنا الرياضيين المحترمين نناقش كل حاجه معاهم. خلينا نرحب في البدايه بالنقد الرياضي بالاهرام المحترم الاستاذ حسن خلف الله. اهلا بيك كابتن شادي. اهلا بيك. انت غايب عني كده والمشاكسه بقالنا كتير. بيسعدني طبعا، بيسعدني طبعا اكون موجود معاك دايما. كمان اللي مشرفني رئيس القسم الرياضي باليوم السابع، وانا اعتز بصداقته جدا، الاستاذ عمر ايوبي. شرفتني ونورتني النهارده، ومبسوط ان انت معايا. ازيك يا كابتن شادي؟ انا سعيد طبعا ان اكون معاك طبعا. قناه النادي الاهلي قناه كبيره، وجماهير النادي الاهلي العريضه طبعا في مصر وكل العالم العربي يعني. هبتدي مع حضراتكم بالاحداث اللي موجوده النهارده. مشهد اكثر من رائع لجماهير الاهلي المحترمه الوفيه، مسانده ودعم، ما شفناش اي خروج عن النص. هتاف للكابتن حسام البدري، هتاف للاعبين، رسائل للاعبين، جمهور الاهلي عمل اللي عليه. طبعا بالتاكيد طبعا كان مظهر او مشهد جميل جدا ومحفز قبل المباراه طبعا اللي هتكون في رادس، وللاسف بيكسر يعني اشياء كثيره لبعض الناس كانت بتبحث عن اليأس لتنشره بين الجماهير النادي الأهلي، مع ان المفروض ما دام في فرصه المفروض الناس ما تبحثش عن اليأس، كأنه كنز بتدور عليه عشان تنشره بين الجماهير بشكل يعني مش واضح او مش مفهوم. والحمد لله النهارده يعني انا اعتقد ان ده المشهد كان يعني بيدي روح كبيره جدا، واعتقد ده يعني شيء مش جديد على جماهير النادي الأهلي. يعني جماهير النادي الأهلي دايما في المواقف الصعبة بتكون موجودة وبتكون ورا فريقها، وبتضرب مثال دايما بكل شيء جيد، وبتضرب مثال دايما ان هي فعلا ورا النادي الاهلي. واعتقد ده هيكون ليه دور ايجابي في نفوس اللعيبة قبل المباراة، هيكون ليه دور مهم جدا، لان طبعا المباراة دي مباراة هتعتمد على الروح اكتر من اي شيء. يعني تأهب اللاعبين نفسيا والتجهيز النفسي هيبقى عامل مهم جدا في أدائهم في الملعب. وأنا أعتقد أن كل ما يحدث ودور الجماهير النهاردة والحضور هيزيد من هذه الحالة الطيبة لدى اللاعبين، وهيزيد من روح البطولة واستدعائها مرة أخرى داخل نفوسهم، لأن مش معقول كل الناس دي واقفة وراهم وبتساعدهم وبتساندهم وهم هيغزلوهم. فأنا أعتقد أن المباراة هناك هتكون مباراة يعني مختلفة تماما عما حدث في برج العرب. يعني اللي حصل في برج العرب هو كان في سوء توفيق إلى حد ما في بداية المباراة، لو كانت الأهداف اللي سجلت كان ممكن الأهلي يطلع بنتيجة مغايرة جدا والماتش يختلف تماما. برضو خلال الشوط الثاني كان الأهلي مسيطر وكان ممكن يسجل أهداف، بس برضو الحظ ما كانش كان معاند في كثير من الكرات. فأعتقد أن اللي حصل النهاردة إلى جانب دور الجهاز الفني خلال الأيام اللي فاتت وكل التصريحات بتشد من همم اللاعبين بشكل كبير، أعتقد ده كله هيخلي يعني التمهيد أو الإعداد قبل المباراة هيبقى اعداد متميز، وهيخلي اللعيبة رايحة لهذه المباراة بروح جيدة. هي كرة القدم يعني مهما تكون النتيجة، بس المهم ان انت بتعمل اللي عليك بشكل جيد وما بتأثرش. وانا اعتقد ان اللي حاصل النهاردة واللي حاصل خلال الايام اللي فاتت
بيؤكد ان شاء الله روح الاهلي هتعود في تونس. الاهلي هيأدي بشكل كويس وما دام في فرصه اعتقد ان احنا لازم نكون ورا الفرصه بكامل قوتنا. استاذ عمر، مشهد الجماهير شفته ازاي النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو مشهد طبيعي، هو النادي الاهلي كده يعني، هو دايما النادي الاهلي يعني الواحد يقول ايه، اللي ربنا خلق الازمات في الكوره عشان جماهير النادي الاهلي يحلها دايما. النادي الاهلي وانت كنت لعيب كبير في النادي الاهلي يعني دايما اكبر ازمات في الكوره وتحديات كان النادي الاهلي هو بيقدر يحلها. وشفنا ازمات كتير، شفنا النادي الاهلي اللي هو بيلعب 14 لعيب في الكونفدراليه وخد البطوله، فاهم؟ دي ما بتحصلش غير في النادي الاهلي. النادي الاهلي الوحيد اللي هو دايما اقول لك ان هو عنده جينات البطولات وراثيه في النادي الاهلي فقط. المنتخبات اللي فيها اكتر لعيبه من النادي الاهلي بتبقى متميزه مثلا. لكن موضوع الجماهير في النادي الاهلي ده حاله استثنائيه موجوده في مصر. يعني بمعنى نادي الزمالك هو عنده جماهير كويسه جدا وعنده عدد كبير جدا بيعشقوا نادي الزمالك، رغم مثلا ممكن مش عدم مساواه النادي الاهلي في البطولات، ولكن النادي الاهلي موضوع مختلف خالص. النادي الاهلي دايما بيقف ورا الفريق وبيظهر في الازمات اكتر من الانتصارات. لان الانتصارات واخد عليها، لكن دايما تلاقي الاهلي كل ما تلاقي عنده ازمه كبيره وفي موقف يحتاج دعم جماهيري ودعم نفسي وتحفيز بتلاقي الموضوع مختلف. شفناها السنه اللي فاتت في اكتر مره، المدرجات تتش كان لو انت فاكر السنه اللي فاتت كان في اكتر من 20 او 30 الف موجودين ونازلين في الملعب بشكل حضاري جدا، ولا في امن ولا غيره حوالين الملعب نفسه موجودين. القصه ان انت النادي الاهلي حصل دروب فني في الماتش اللي فات، في واضح ان كان في حاله ارهاق موجوده في النادي الاهلي يعني من وجهه نظري الشخصيه. الجماهير شعر بالحاله ديت، ممكن وجود الجماهير في الملعب اثرت بضغط عصبي اكتر، في عدم توفيق زي ما حسن قال نفس الكلام، ان هو كان في عدم توفيق للنادي الاهلي وعدم توفيق من الحكم او يعني اخطاء موجوده، ولكن الجماهير النادي الاهلي ما بتستشعر ان فريقها في حاجه ليها، بتكون موجوده مش بتبقى لاعب بقى رقم 12، بتبقى لاعب رقم 1. وهنقول ان هو مش هيكونوا موجودين بقوه في الماتش اللي هو في رادس، لكن ممكن يكون هو بيديهم شحن معنوي. ولاعيبه الاهلي اكتر لعيبه في مصر بتشعر بقيمه جماهيرها وبتحمل المسؤوليات، وانت تدرك الكلام ده كويس جدا وانت كنت لعيب وعارفها. لعيبه الاهلي الوحيدين اللي ممكن لما تحس ان هم يخسروا تحس ان هم بيعيطوا. انا عايز اكمل كلام حضرتك واللي انا قلته في البدايه، ان في اليابان اول مره لما رحنا جمهور الاهلي كان معاك في المطار ورجعت مش محقق حاجه بيستقبلك. ورحنا السنه اللي بعدها ثالث عالم وطول الوقت هم حافز، ورجعنا بيستقبلك في المطار بقى بعدد رهيب جدا جدا جدا. ومش هتكلم على انا بعمل مقارنه بين الموقفين، موقف انت راجع واخد ثالث عالم وموقف انت ما خدتش حاجه خالص. فهو رسالته في الحلوه وفي المره انا معاك في الاثنين. لا وفي المر اكتر موجودين يعني. دايما الواحد احنا كنا من فتره كده 15 سنه ولا حاجه كنا نتفرج على في اول الالفينات، كنت تلاقي النادي كان في عدم توفيق فتره كده، كان فيها تفوق نادي الزمالك، كنت تلاقي دايما جماهير النادي الاهلي اللي يدخل فيه جون بتلاقيهم مش حاله استاد، هو العب يا اهلي. دي كانت معروفه بالنادي الاهلي شكلها فيها. لكن هي القصه ان انت في لعيبه النادي الاهلي من لعيبه بتتاثر نفسيا بجماهيرها وبيتحمل المسؤوليه اكتر من اي لعيبه موجوده في مصر فعلا من موضوع الجماهير، وبتشعر بالمسؤوليه ولدرجه ان هم ممكن يشوف حاله نفسيه سيئه لو ما قدروش يحققوا البطولات لجماهيرهم. لان لعيبه الاهلي عاشت خلاص على موضوع ان هي لازم يحقق بطولات على طول، كويسين وحشين لازم الاهلي يكسب. ودايما كنت انا اقول لك الحظ يعني، كان دايما في ناس يقول لك الاهلي ما يستحقش ياخد الدوري او ما يستحقش يكسب مصر، بس الاهلي ليه الاهلي دايما اللي هو بيوصل دايما للدقيقه 90 وتلاقي في الوقت الضايع والناس لسه برضه مستنيه لك ايه الاهلي جاي، عماد بيتي هينزل. ده على مدار التاريخ. على مدار التاريخ دي تاريخيه، ان انت النادي الاهلي عندهم الحافزيه والروح موجوده لغايه اخر لحظه، بيدوا الامل لجماهيرهم، وجماهيرهم دايما ما بيخيبوش الظن. احنا شفنا ان جماهير النادي الاهلي النهارده موجوده في الاستاد، ده شيء طبيعي والمنطقي، بس هو المنطقي ان انت برضه الاكثر ان انت انا اعتقد ان جماهير لعيبه النادي الاهلي على قد المسؤوليه وبيشعروا اكتر، وده بيبقى مش يعني على قد ما هو ضغط نفسي، بس انا شايف ان هو شحن معنوي. لعيبه الاهلي هيتم تفريغه باذن الله في ملعب رادس، وقادرين ان هم يعوضوا باذن الله النتيجه، والاهلي قادر باذن الله. ما هو ده بقى السؤال، هاخد من كلام حضرتك واروح للاستاذ حسن. الاهلي قادر؟ انا سالت الكابتن حسام السؤال ده وعجبني جدا. الايام اللي فاتت دخل معانا نجوم من الاسماعيلي، ودخل معانا نجوم من انديه مصر كلها، والكل بيقدم المسانده والدعم للنادي الاهلي، وكان في حاله حب واول مره اشوف ان كل الانديه كله الاهلي بيلعب باسم مصر بقى بجد، واظهرناها كمان اعلاميا. الاهلي قادر يا استاذ حسن؟ شوف، عشان اجاوبك على السؤال ده لازم نبص للمقدمات او المعطيات اللي قدامنا. المعطيات اللي قدامنا هي مباراه الذهاب. الاهلي كان قادر فيها وكان بيأدي بشكل كويس، كان قادر وكان بيأدي بشكل كويس، يبقى اذا الاهلي قادر ان يأدي بنفس الشكل واقوى
في المباراه اللي جايه. صح، دي المقدمات اللي ممكن تبني عليها رد على السؤال بتاعك. احنا شفنا مباراه الذهاب مين اللي كان مسيطر في الملعب؟ الاهلي. مين اللي كان بيقادر وبيهدد وبيلعب طول المباراه والفريق اللي قدامه مش قادر وبيحاول يضيع في الوقت؟ الاهلي بالظبط. اللي حصل مع الاهلي اخطاء، حصلت خطأين، حصل منهم الهدفين اوكي، لكن بشكل عام الاهلي هو اللي كان الافضل، هو اللي كان من حقه ان يكسب المباراه بنتيجه كبيره. فاذا الاهلي قادر على التعويض، قادر ان هو يحقق نتيجه افضل من ذلك في مباراه العوده. المساله كلها القدره او عدم القدره بترجع لايه؟ بترجع للرغبه، بترجع لتاريخ طويل انت بتبني عليه. الاهلي دايما في المواقف الصعبه بيكون ليه دور، يعني لعيبته بيكون لها دور على قدر المسؤوليه، بيكونوا دايما قادرين ان هم يحققوا المعادله الصعبه. فاذا الاهلي لديه القدره ان يفعل ذلك، مش يعني صعب جدا ان انت تقول الاهلي مش قادر، يعني صعب جدا بعد كل التاريخ او المقدمات اللي احنا شفناها الاهلي مش في المباراه اللي فاتت بس، لا عبر سنوات طويله، وترجع تقول الاهلي مش قادر ان هو يتخطى هذا الدور. لا، الاهلي قادر، وخاصه الترجي هو اللي ما كانش قادر ان يكمل المباراه. يعني المباراه اللي فاتت الاهلي الترجي كان بيكملها بصعوبه جدا، يعني حتى في الشوط الثاني كان اللعيبه وقعت بدنيا خالص، كان كل لعبهم محاوله لاضاعه الوقت باي شكل. صح، فاذا هم الترجي اللي مش قادر. الترجي بيحاول يعوض عدم القدره ببعض التصريحات الاعلاميه، ببعض الاشياء المختلفه، بجذبك الى اتجاه اخر. لكن انا شايف ان حاله التركيز الموجوده في الاهلي والتغاضي عن كل ما يحدث خارج الملعب او التصريحات اللي بتاتي من تونس او في الصحف التونسيه او الهجوم على الجهاز الفني، وان يعني انا شايف ان في يعني مراسلنا في تونس الاستاذ كريم يحيى بعت اللي كاتباه الصحف التونسيه كلام غريب الشكل، بيحاولوا يجذبوه. انا عارف تقصد نقد للنادي الاهلي او بيقلل من النادي الاهلي. بيقلل من النادي الاهلي. حصل معانا بحكم التاريخ في مباراه الصفاقس القديمه وغيرها وغيرها، مباريات كتير اتعلمنا ده تاكيد لما يقلل منك تعرف اللي هو خايف منك. ده تاكيد على الخوف اللي بينتاب لاعيب الترجي او الجمهور الترجي او الحاله الموجوده هناك، ان هم قلقانين جدا ان الماتش برغم التعادل ما كانش فيه ما يؤكد ان الترجي قادر ان هو يواجه الاهلي تاني. في الوقت الفنيه مش كبيره قوي. لا الاهلي كان عنده يعني ايه تفوق في هذه المباراه برغم بعيدا عن النتيجه، يعني كان في تفوق في الملعب، كان في تفوق في كل شيء، كان في يعني اشياء كتيره بتؤكد ان الترجي مش قادر، مش هو الترجي اللي كانت الناس متخيلها ينزل وحش يهدد ويعمل. لا، الترجي كان معظم الوقت بيدافع، معظم الوقت عايز يخلص المباراه باي شكل. فانا اعتقد ان زي ما حضرتك قلت ان الحاله الموجوده هناك والاطار العام الموجود بيؤكد ان الاهلي قادر ان هو يعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله. استاذ عمر، عايز اسالك، انا عارف انت مهتم بالتحكيم، كان معايا الكابتن حسام البدري في بدايه الحلقه في مكالمه مهمه جدا، سالته سؤال واضح. كابتن حسام، حضرتك عندك تخوف من التحكيم؟ قال لي ما فيش شك بعد المباراه الاولى واللي انا شفته من حكم المباراه هنا في مصر. لا بص يا حكم، ان هو كابتن حسام هو دايما عنده ناس، يعني عنده مشكله مع التحكيم. يعني هو دايما عنده دايما مشكله وهو دايما على الخط. يعني انا بتفهم انتقادات مثلا الكابتن سيد حفيظ، ده دوره، لان يعني هو دايما موجوده في الكره، وانت عارف ان انت مثلا ما تقعد تنتقد الحكام او تضغط على الحكام ممكن تاثر بشكل ايجابي على الاقل، لو يعني لو ما حصلش ظلم ليك على الاقل مش هتظلم، يعني لو ما كانش هيجام لك على الاقل مش هيظلمك. ده دور معظم مديرين الكره بيعملوا كده. بتاع المباراه الترجي احنا اتفقنا ان هو في اخطاء، ده اخطاء فادحه. ده بنتكلم في ثلاث انفرادات حسب سته، ثلاثه صح وثلاثه غلط. بنتكلم في ضربه جزاء صحيحه 100% ما اتحسب، ده في مباراه شبه نهائيه دي او نهائي مبكر، ما ينفعش يحصل. بص دي الاخطاء الحكام دي وارده في كل حته. وافريقيا كانت زمان يعني ماشي في الثمانينات والسبعينات كان فيها فجر تحكيمي واضح جدا ضد الفرق، لكن مع الاجيال الحاليه على الاقل 10 سنين فاتت وفي ظل التطور الكبير في الفضائيات الموضوع مختلف. بتلاقي دلوقتي خلاص كل حكم بيلعب لحساب نفسه، خاصه لو في طموحات والتحكيم بقى مجزي ماديا. منحاز للتحكيم. ايه؟ منحاز للتحكيم. لا منحاز للتحكيم، بس في نفس الوقت بتيجي تتكلم. طب انا اتكلمت على الحكام، مثلا حكم ماتش الاهلي وطلع الجيش، انتقدت تعيينات الحكام. النادي الاهلي بنادي بطل بينافس على بطوله، قدام منافس نادي الزمالك حشد عدد كبير جدا من الصفقات عشان عايز ياخد البطوله. ما ينفعش ان انت تحط حكام لسه اول خطوات ليها في مشوارها وتحرقها وفي الماتش وتضيع مجهود فرقه زي النادي الاهلي او فريق زي نادي الزمالك او فرق الدوري او اسماعيلي او غيره. لا، انت لازم تختار اختيارات صحيحه
ونخلي قصه اللي هي اخطاء التحكيميه اللي حبوا عليها اللي هي موجوده في متعه دي اللي موجوده. لكن ما تجيبليش انت واحد لسه بيتدرب وتحطه في ماتش النادي الاهلي يخسر ثلاث نقط ممكن يخسر بطوله. لا تعرض للانتقادات من بدري، فبدل ما يبقى في دعم ليك ومسانده اول اسبوع كويس وثاني اسبوع كويس حطيت نفسك. انا أيوه. متفق معاك. لا 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 دي مره واثنين وده ما ينفعش. انت كده انت بتهدد البطوله يعني معلش. انت السنه اللي فاتت انت راح حكم رقم واحد عندك في مصر وناس حكام في افريقيا اخطا جريش اخطا خطا خطا يعني مشهور ساذج بس هو ما شافش ومعاه احسن مساعد احمد حسام طه ما شافش. بس دي ورده بقى دي ورده ان انت تقول لا ما شاف. لكن مؤثره لما تيجي تتكلم فيها كجماهير الزمالك في الشارع المصري وشايفين كوره كل الناس شايفاها بالايد وما تحسبش هو ما لهمش علاقه بقى على مستوى نروح للمستوى الافريقي. يعني مستوى الافريقي على سبيل المثال الحكم انرامو والحكم لسه موقوف اتشطب من في اسهل من كده. لا ما بصش للحكم انا متفق معاك ان هو في فساد موجود وفي انديه بعينها في افريقيا ليها علاقات وبتعرف تسيطر على التحكيم وتعرف ترشي حكام. لكن لما تيجي تتكلم في بعض الحالات الكبيره لما تيجي تتكلم ان الاهلي ونادي الترجي اكبر فرق في افريقيا هيلعبوا بعض كل الناس بتتكلم في ان الحكم الكاميروني اللي هيحكم المباراه وصله القرابه مع لعيب من الترجي صح كده؟ ده كلام يعني ممكن يكون مؤثر ولكن انا ما اعتقدش ان هو هيكون موجود على الارض. بالعكس ده هيكون انا شايف ان هو هيكون ضغط على الحكم الكاميروني خاصه ان الاهلي برضه مش نادي قليل معلش. لما تيجي تتكلم النادي الاهلي هو رقم واحد في افريقيا. النادي الاهلي هو اللي ممكن نقول اشهر نادي موجود في افريقيا على مستوى العالم من الانديه العالميه ماشي. مش معقوله طبعا اي حكم بيفكر 100 مره خطا قدام النادي الاهلي ان هو بيبقى عنده يعني ممكن وجود النادي الاهلي يبقى ضغط عصب عليه ان هو خايف من كتر حرصه ان هو ما حدش يقول بجيب النادي الاهلي دي خليه هو يخطا. انا عجبني فكرتك اللي انت بتقول عشان تكمل كلام حضرتك عجبني الفكره في نقطه اللي انت شيل الحكم من دماغ وانت تقصد كده حضرتك احنا ركز في ادائك ما ناخد لك دي واروح رايح للحته بتاعت تقدر احنا لازم نبعد عن الحكام هنقعد نشغل دماغنا بالحكام خلي الحكام دي الكابتن حسام بدر على الخط يقعد يروش ويروش ما يساعدناش والكابتن سامح حفيظ ماشي لكن خلي اللعيبه تركز لما تيجي تتكلم على الورق والقلم لعيبه النادي الاهلي يتفوق على الترجي بكثير جدا. النادي الاهلي يعني منتخب مصر حاليا هو قد يكون افضل منتخب في افريقيا على الاطلاق ده حقيقه فعلا. النادي الاهلي فيه لا يقل عن اربع لاعبين او ثلاث لاعبين بيقدروا يحجزوا مكانهم في التشكيله الاساسيه رغم عدد المحترفين الكبير المتميزين في منتخب مصر. انت عندك احمد فتحي حاجز مكان في المنتخب، رامي ربيعه حاجز مكان في المنتخب، عندك حسام عاشور بيخش او سعد سمير وعندك سعد سمير موجود، عبد الله السعيد، دي كل دي لعيبه مميزه جدا وموجوده في تشكيله منتخب مصر اللي هو قوي. وتضيف ليهم وليد ده سليمان هيكون موجود خبرة. في كلام كتير احنا بنشوف بنتابع التدريبات ان هشام محمد ممكن يكون له دور مثلا في المباراه. الاهلي عنده اوراق كتير جدا تقدر تحسن المباراه ماشي. ولو قلنا ان يعني بغض النظر اللي بيحصل مثلا مع عماد متعب لكن ما تضمنش ممكن برضو حسام البدري مدرب كبير ممكن يتعامل مع الموضوع ان المباراه الكبيره تحتاج لعيب كبير. عماد متعب ممكن يكون له دور في المباراه وارد جدا. النادي الاهلي عنده اوراق كتير جدا تقدر تحسم مباراه. لو الناس اللي هي متخوفه من شريف اكرام انا اتوقع ان شريف اكرام يعمل افضل مبارياته في حياته لان الخطا اللي حصل ده خطا عادي جدا جدا بيحصل في الكوره. يعني انا لما نيجي نتكلم في شريف اكرام حاليا من وجهه نظري بيتكلم في رقم واحد لرقم اثنين حضري بقى والشناوي بيتلف منه لكن هو موجود في الصوره بغض النظر عن قصه بقى كابتن اكرام الكبيره او يعني دايما المجامله ان هو يحطك على التراك. لكن بالمجامله شريف اكرام طول حياته في المنتخبات. يعني ايه كابتن اكرام الكبير؟ يعني دايما يقول لك ايه هو بيلعب الوسط كل الناس يعني انت وسط يعني ايه بيلعب وسط؟ ان هو ابوه اللي لعبه مثلا او الناس لا لا في ناس بتقول كده دي عقليات ما ينفعش نسمع لها. لا لا لا, 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 لا ما احنا لازم اقول لك قصده ان الاداء هو اللي بيحكم والتواجد هو اللي بيحكم. طبعا بقولك هما بيتاكد يعني معدى النادي الاهلي هو اللي بيتكلموا هو قصده يعني انا بس فاهم والله اصل انا شفت الكلام ده هو فاهم طبعا ما هو ما تحسوش اللي عارف يا جماعه احنا في النادي الاهلي طبعا يا جماعه عيب اللي يتقال اساسا الكلام ده خالص عيب كلام شريف كبير حارس كبير واحنا شفنا الكوره ولعبنا كوره. انت شفت الهدف اللي دخل فيه ده هدف عادي جدا معلش يعني مع الحضري في عز تألقه لما كان موجود وهدف ده بتاع الليبيري للجوايا هدف ساذج جدا زي ده بالظبط من الزاويه الضيقه وهل ده يؤثر عليه؟ شفنا الحضري قبل ما يروح كاس بيقوم تاني ويتمرن ويقاتل ويرجع مش الحضري مش الحضري اللي بيروح كاس الامم الافريقيه على طول هو اللي الكوره جت في ماتش المقصه مش عارف من بيرج ليه مثلا هدف ساذج جدا هل يقلل منه ان هو حارس كبير؟ لا طبعا ما تاثرش عليه. احنا لازم نقف لازم يعني الاعلام بقى لازم يدي حقه لان اوقات انت برضه بتشوف برضه بعض الزملاء بياخدوا الموضوع بافواره جدا. لا انا شايف ان هو شريف اكرام حارس كبير ممكن يبقى عنده الهفوات دي موجوده بس في الماتشات الكبيره يبان الحارس الكبير. هو الماتش دوت اللي فات كان الهجمات قليله على النادي الاهلي ممكن تقول ان هو ايه
فقط التركيز قل عشان هو ايه لان الاهلي ضاغط طول الوقت في كره سهله جدا خلاص مش هنتبعه عليه لان الحارس رصيده يسمح ان احنا نفوتها له وندعمه كمان. استاذ حسن عايز اناقش الموضوع صحفيا كمان بمعنى حضرتك هتكتب ايه على المشهد في الاهرام عندك على المشهد اللي انت شفته النهارده؟ مشهد الجماهير؟ مشهد الجماهير ومساندتهم من اول دقيقه لاخر دقيقه طول التدريب هتكتب ايه في جورنال؟ شوف انا عايز اقول لك حاجه، هو الكوره اصلا يعني متعتها لمين؟ جميل. او الاداء ده كله لمين؟ هي عباره عن مسرحيه 90 دقيقه عشان تمتع الجماهير، تمتع المشاهدين. فبالتالي الجمهور هو زي ما قال عمر رقم واحد بيكون في الملعب. طبعا احنا محرومين من الجماهير دلوقتي في ملاعبنا، لكن الجمهور بيبقى ليه دور مؤثر، وجود الجمهور طبعا امر رائع. هو انا اعتقد افضل حاجه ان الجمهور يؤازر او الجمهور يساند، هو الجمهور اللي بيساند، الجمهور لا هو يعني افضل من اي حد ممكن نتكلم عنه انه يساند اي فريق هو الجمهور. فانا اعتقد ان الجمهور اما يساند ده امر مهم جدا. فانا وجهه نظري لو هتكتب منشط عندك في الاهرام كده هتكتب ما هو هو المنشط الطبيعي ان الجمهور يساند الاهلي قبل السفر للترجي. يعني المنشط الطبيعي اللي يتكتب في اي حته لجمهور الاهلي وحرصه على التواجد ده هو يعني ايه هنقول رساله من جمهور الاهلي للترجي واضحه. يعني دايما زي ما انت قلت او اتكلمنا من شويه ان الحاله اللي موجوده هناك هي حاله خوف، زي ما احنا بنتكلم في الصحافه هنا هي الصحافه دايما بتكون تعبير عن الواقع. فكون ان الصحافه هناك بتترك التركيز على الفريق او على اداء فريقها او على استعداد الفريق زي الترجي لمباراه زي دي وبتركز في الفريق المنافس، فبالتالي هي مش شايفه عند فريقها ما يدفعها للحديث عنه. تمام؟ فبالتالي بتبحث عن وجه اخر لتجذب الناس للقرايه او الجماهير ان هي تنطلق معاها في اتجاه اخر. فبالتالي اللي حاصل هنا هي رساله مهمه جدا. يعني اللي حصل النهارده من جمهور الاهلي دي رساله مهمه جدا، بتؤكد ان الاهلي هيلعب الماتش اللي جاي بروح مختلفه تماما، وبتؤكد ان الاهلي يعني الترجي لازم يكون قلقان اكتر ما الاهلي يكون قلقان. الاهلي بيلعب على اكتر من يعني على اكتر من حاجه ممكن. اولا هو يعني عنده مقدمات مودياه بروح يعني ان هو خلاص الفريق اللي قدامه بقى مكشوف. يعني الاهلي خلاص بقى الترجي قدامه مكشوف وما عادش فيه اللي هي المقدمات او الهبه ان الترجي جاي ده الترجي مستعد والكلام اللي بيتكتب قبل المباريات دي. ما قدامكش غير الفوز. ايوه ما هو انت دلوقتي بتتكلم في حاجه، انت بتتكلم ان انا دلوقتي رايح بشعور او بوضع اللعيبه نفسها بشعور مختلف، شعور 90 دقيقه اتلعبت في القاهره انا كنت مسيطر فيها وكل لعيبه الترجي او خططه كانت مكشوفه قدامي. خلاص متشجع على هذا الفريق، متشجع عليه بشكل قوي جدا وعارف كل مفاتيحه وعارف كل ادواته لان انا لعبت معاه خلاص وكنت قوي عليه. في فرق ما انت بتلعب او تواجه منافس وانت خارج من جوله وانت زي الملاكمه كده خارج وانت اكتشفت المنافس اللي قدامك وعرفت ثغراته وعرفت ازاي ان انت توجه ليه لكمات معينه ومكشوف قدامك. فما تيجي تروح الجوله الثانيه غير الجوله الاولى، غير المكان لسه جاي والناس بتتكلم ده الترجي عامل فريق قوي ولا انا شفت الوضع الطبيعي وعايشته في الملعب. فده هيفرق مع اللعيبه نفسيا وهم رايحين يادوا. مفيش رهبه ان انت لسه ايه هتستكشف المنافس، هتتكلم معاه ان انت او هتلعب معاه ان انت لسه جاي مش عارفه، لا انت عارفه وعارف ثغراته وعارف هتواجهه ازاي وعارف مفاتيح لعبه ازاي. فانا اعتقد كل هذه المعطيات بتدي الاهلي افضليه. هم برضو عندهم مخاوف ليه؟ لان هم رايحين بصدمه ما حدث في مباراه الذهاب، رايحين بنص شوط ما كانوش قادرين يادوا فيه، كانت اللياقه البدنيه بتاعتهم واقعه في الشوط الثاني خالص، يعني كانوا راجعين وهم عارفين الاهلي اقوى منهم. فهذه المخاوف هتخليهم يكونوا يعني اكثر حرصا واكثر خوفا، وده ممكن يكون مفتاح اللعب نفسيا بالنسبه للاهلي. فانا اعتقد اللي حصل النهارده رساله مهمه بتزيد من قوه الاهلي وبتدفعه للامام، والجمهور بتاع الاهلي دايما بيكون وراه وهو اللي بيدفعه للامام. فدي رساله مهمه ومهمه جدا وكانت مطلوبه في هذا التوقيت. طب اخر سؤال في ملفنا الاول عشان انتقل لملف تاني مع استاذ عمر، المحظورات للنادي الاهلي في مباراه زي دي مهمه، دعم جماهيري تقدم، تركيز من اللعيبه، الجهاز الفني مركز، النهارده كمان جماهيره بتهتف للعيبه بشكل قوي جدا ورسائل مهمه،
اهم المحظورات اللي الاهلي ما يقعش فيها المفروض يا استاذ؟ رقم واحد ان النادي الاهلي لازم يحترس من اول ربع ساعه ما يخشش في جون. ده موضوع مهم جدا لان معاك 100%. لان ده هيبوظ. ده يعني انت لازم تعرف حاجه ان انت هناك في حشد جماهيري وتحفيز رهيب جدا. انا مش شايف ان بنزرتي تصريحات لي قريتها كلها راجل هو عشان خبرته الكبيره جدا هو مدرب كبير عارف حجم النادي الاهلي. قال لك النادي الاهلي كل الكلام ده ما بتخليهش انا في النادي الاهلي مهزوز. النادي الاهلي كل زمان ومكان النادي الاهلي قوي. هو قال كده باللفظ. هو الراجل فاهم كلامه ده نقله للعيبه عندهم حافزيه مع ملعبهم والجماهير وتحفيز الاعلام هناك. هيبقى اللعيبه عندهم اول ربع ساعه دي عايزين دي خلاص. طبعا لو دخل جون هيبقى في مشكله كبيره جدا في النادي الاهلي اول ربع ساعه. السيناريوهات بتاعتك ممكن تبوظ شويه لان السيناريو بتاعك لو عديت اول ثلث ساعه هتفرق بشكل كبير جدا. ايوه اول ثلث ساعه ده لو عدى احنا اول 10 دقائق نعدي لعيبه الاهلي الخبرات في النادي الاهلي قادرين ان هم يمتصوا الحماس نقفل الدنيا ما يحصلش اخطاء. طبعا كلنا بنخاف طبعا ان وارد الاخطاء الدفاعيه بتحصل نتجنب الاخطاء الدفاعيه طبعا والهفوات الدفاعيه دي مشكله كبيره جدا اوقات بتحصل في النادي الاهلي ودي مشكله كبيره نتجنبها. انا عندي ثقه جامده جدا في شريف اكرامي ان هو هيقدر ان شاء الله. انا بس اكمل على حضرتك حاجه عشان احنا بندردش مع بعض اللي دي برده نقطه مهمه ان لما نيجي نتفرج على اداء الترجي وهو فريق منظم عنده وسط ملعب قوي لكن الاقوى حاجه فيه هي الكرات الثابته اللي هم متميزين فيها. لما نتكلم على الكرات الثابته بينفذوها كويس ودي طول الوقت مع شمال افريقيا مش فرقه الترجي بس. صح هو ادائهم ما بيتغيرش. هم بيميلوا دايما للدفاع بيميلوا دايما لحاله الالتزام التكتيكي قوي جدا عندهم التزام التركيز على الكرات الثابته دي بتعوض قله المهارات وقله المهارات الفرديه اللي هي موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي لازم يقفل الدفاع كويس جدا في اول فتره دي يقفل نص الملعب واعتقد ان ممكن زي ما قلنا ممكن يبقى في فرص لهشام محمد على الجزء الهجومي يفرق مع النادي الاهلي. اعتقد ان عبد الله سعيد هيكون له دور كبير. انا اتوقع ان وليد سليمان يكون احدى الاوراق الرابحه في النادي الاهلي. الاهلي يعدي اول ربع ساعه اول ثلث ساعه ما قلت كده وبعد كده يلعب الاهلي بيلعب اللعب الطبيعي بتاعه. انا بعترض على كلمه انت قلتها قلت اللي هي قلت النادي الاهلي معلش ما قدامش حاجه لازم يفوز. معلش هو النادي الاهلي طول حياه النادي الاهلي يفوز. بينزل اي ماتش هنا او هناك في اي حته باي فرقه بيلعب على الفوز. النادي الاهلي ما بيعرفش يلعب على الدفاع يعني نادي قد يكون في المرات اللي هي نادره جدا لا يتجاوز واحد من 100 الاهلي ممكن يفكر في الدفاع. والاهلي لو فكر في ان هو يدافع هيخسر. الاهلي دايما هيفكر في الهجوم طبيعي جدا. هو الاهلي بس يتجنب اول ربع ساعه او ثلث ساعه ويبتدي يلعب اللعب الاهلي يلعب اللعب الطبيعي بتاعه من غير فزلكه ومن غير بتاع اعتقد ان الاهلي يكسب كتير. انا كنت مع المنتخب ساعه في ماتش تونس اللي فات دوت برضه في فروق رهيبه بين مصر وتونس لكن هم بيعرفوا بقى يعني خوفهم ازاي كسبوا في هدف يعني جاي صدفه مثلا. انت احنا مش عايزين يحصل ده في النادي الاهلي. والنادي الاهلي عنده طبيعه اكتر من يعني بقول ايه بيبقى عندهم روح اكتر من المنتخب. لعيبه النادي الاهلي مع بعضهم يقدروا ان هم يسيطروا على الامور. اول ربع ساعه نص الملعب لو قدر يمسك مرتبه المباراه دي والتميز بتاع النادي الاهلي اللي راح قلت لك عليها اللي تقدر تحسم المباراه اعتقد هيفرق كتير جدا. النادي الاهلي قادر فعلا انا من وجهه نظري الاهلي قادر وهيقدر يكرر السيناريو ان شاء الله. ان شاء الله كمان الجميل اللي في ضيوفي لو احنا بيوصل لنا بيبقى عارفين الهدف فوز بس فاستاذ عمر كمان بيضاع الاحباط او التخوف اللي ممكن لا. يبقى عندنا لان ده كره قدم. عندي الملف الثاني المهم جدا النهارده اناقشه مع حضراتكم وناس كتير اتكلمت فيه. فجرنا اكتر من ثلاث مفاجات هنا في برنامج الكره والجماهير. اللائحه الاسترشاديه كان سياده الوزير بيطلع في البرامج كلها وبيقول اللجنه الاولمبيه اللي عملت كل حاجه وكلام كتير جدا على الكلام خلاص نادي الاهلي كان ماشي في خط القانوني واستشار فيه الفقهاء القانونيين بتوعه وشارك الاستاذ رجاء عطيه. انا بحكي الملف سريعا عشان اسمع اراء حضراتكم. كل ما الوقت بيعدي بنكتشف الاهلي صح مش بالكلام. كان معانا اللواء رؤوف جاسر دخل معانا مداخله او كان في متسجل معاه وقال الموقف الاهلي سليم 100% احنا ما شاركناش في اللائحه الاسترشاديه والراجل كلامه كان واضح وموقف الاهلي سليم 100%. قلنا خلاص الراجل ممكن عشان عضو داخل النادي. دخل معانا الكابتن حماده المصري ضرب كرسي في الكلوب زي ما بيقول انا هقول كلمه الحق وعضو في اللجنه الاولمبيه وعلى فكره اللواء رؤوف جاسر عضو في اللجنه الاولمبيه وراح جاي الكابتن حماده المصري قال نفس الكلام ده ما شاركناش في حاجه خالص ما نعرفش ايه الفلاحه الاسترشاديه ما اجتمعناش اساسا ما كانش فيه وقت نناقش وكذا 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 واتكلموا الناس كلها شافت. امبارح الدكتور
علي حسب الله عضو اللجنه الاولمبيه قال نفس الكلام ما اجتمعناش، موقف الاهلي سليم، ايه اعملها على يوم ولا يومين ولا ثلاثه؟ انت تعرف مين الاهلي يجيب 15؟ مش ممكن يجي 20 ولا 30 ولا 40 وتجيبهم ازاي على يوم؟ فمن حق النادي الاهلي. ده كان كلام الثلاثه او الاربعه مع الدكتور علاء مشرف، كان موجود وشايف اللائحه بتاعه النادي الاهلي، بنتكلم في 4 5. النهارده ده موقف اللجنه الاولمبيه، دي ناس اعضاء في اللجنه الاولمبيه. طب الرساله هنا، هو التعنت ده جاي منين وايه سببه؟ شوف ده بيكشف لك حاجه مهمه. ايه؟ يعني اولا طبعا انا كنت اتمنى ان يكون في دور ايجابي مش في الاعلام بس، يكون في دور ايجابي داخل اللجنه الاولمبيه للناس دي ما دام هي موجوده واعضاء في اللجنه الاولمبيه. تمام؟ لكن عشان هما ما لهمش دور في اللجنه الاولمبيه او شايفين ان الموجود في اللجنه الاولمبيه بيحاول يعني يؤكد او اللي حصل او اللي بيحصل ده بيؤكد حاجه مهمه، ان مخاوف النادي الاهلي من اللائحه الاسترشاديه كانت في محلها. ان النادي الاهلي خد هذا المشوار وهذا الطريق الصعب لان هو كان خايف بالفعل من اللائحه الاسترشاديه وما سيحدث فيما بعد. ده تفسير واقعي ومنطقي عشان الناس تفهم. ليه؟ دلوقتي حضرتك النادي الاهلي ليه مشي في هذا المشوار او حاول ياخد هذا المشوار الصعب؟ عشان اللائحه الاسترشاديه فيها اخطاء كتيره وهتطلق يد اللجنه الاولمبيه في الانديه. والناس كلها عارفه كده. وهي محطوطه كستار لاطلاق، او الوزير عايز يعمل اي حاجه فهيحرك اللجنه الاولمبيه في اي نادي زي ما هو عايز. تمام؟ دي كانت مخاوف الاهلي ومخاوف الناس من اللائحه الاسترشاديه. وبالتالي الاهلي خد هذا الطريق الصعب. وتاكيد ان هم بيتعاملوا بالحديد والنار. اختلف مع حضرتك. اتفضل. الاهلي اخد طريق الحق وانحيازه لجمعيته العموميه، لان دور اللجنه الاولمبيه هي اساسا مش دورها تعمل لوائح استرشاديه، لكن لما نيجي نتكلم على الحقيقه، الحقيقه ان الاهلي ومجلس ادارته انحاز لجمعيته العموميه. طب خلينا اكمل. اتفضل. اكمل لك بس، يعني مش عايزين نتكلم بكلام انشا. ماشي. وبيتقال بقى لنا 4 شهور عمال نتكلم فيه. ماشي. والناس مش فاهمه حاجه وقتوه مننا. اتفضل. تمام؟ احنا نكمل كده بالراحه. اتفضل. احنا بنحلل المواقف. بنحلل بالمنطق، بمعنى ايه؟ المهندس هشام حطب لما يجي وحد يتكلم في اللجنه ويروح حب واقفه على طول بدون تحقيق ولا حاجه. دليل ان هم هيتعاملوا بنفس المنطق مع الانديه. صح ولا لا؟ طبعا. ما هو ده السياسه هي واضحه. هم بيتعاملوا فعلا ولسه. صح ولا لا؟ ما هو انا دلوقتي لا، اما تطبق اللوائح اللي هم عاملينها والطبخه اللي مع موجوده هتتعمل، فبالتالي اي حد هيجي يقول لا انتوا بتعملوا حاجه غلط، لا طب احنا نوقفه نعمله نعذبه نوديه نجيبه. ما هو يعني واحد من عندهم اتكلم بدون تحقيق، مع ان حق الطبيعي ان اي حد يحصل اي موقف في اي مكان وفي اي مؤسسه ان حقه الطبيعي ان يحال التحقيق، ثم بناء على التحقيق. طب يا راجل اعملها حتى قدام الناس، يعني بينوها حتى ان هي مطبوخه صح، يعني اعملوا تحقيق حتى ولو وهمي، بس يبقى حقه الطبيعي انه حصل. واخد بالك؟ تمام. ثانيا، اللائحه اللي الاهل عملها، تمام، هل حد خرج وقال فيها عيوب؟ لا. هل حد انتقد فيها شيء؟ في الاول كانوا بينتقدوا، يقول لك الاقصاء. سيبك من الكلام الفاضي ده كله. اللائحه ما اعلنت والناس شافتها والناس كلها واحنا كاعلام قريناها، هل حد خرج قال فيها حاجه معيبه؟ لا، هي بيعترضوا على حاجه ثانيه، ثانيه يوم ولا يومين. لا استنى بس، ما انا يعني خدني بالراحه. اتفضل. عشان نتكلم. اتفضل. يعني الموضوع يتفهم بس بشكل مختلف بعيدا عن الانشاء. محدش اعترض. محدش اعترض. يبقى اذا الاهلي ماشي صح، يعني بيقدم حاجه صح اهو. اللجنه مقارنه بذلك تحط في الكفه الثانيه اللائحه الاسترشاديه، الناس قالت ان فيها عيوب ولا لا؟ قالت. كلنا انتقدنا ولا لا؟ طبعا. فيها اشياء مخله ورهيبه وفظيعه ولا لا؟ فيها. طيب يبقى اذا الاهلي اختار الافضل ولا اختار الاوحش؟ الافضل. اختار الافضل، اختار ان هو يعمل حاجه الناس ما تنتقدش فيها وتكون حاجه تنفع اجيال قادمه او يستمر عليها، تبقى دستور للاهلي لفترات طويله. تمام. تمام. أنا جيت بقى عايز أطبق الكلام ده. تمام؟ فالبعض حاول يصطاد في الماء العكر. لأن للأسف اعتماد اللوائح أو الجمعيات العمومية دي جاية في وقت قبل انتخابات. أنت عارف لو الجمعية العمومية دي واللوائح دي معمولة مثلا زي الجمعيات العمومية العادية بتتعمل وبعديها بسنة يبقى الانتخابات أو أي شيء، ما كانش هتشوف كل الصراع ده كله. لكن البعض حاول يعمل شرخ داخل النادي الأهلي. الشرخ ده طبعًا هدفه هدم الاستقرار، مش قصه حاجه، في البعض عايز يعمل شرخ جوه النادي الاهلي، فحاولوا يصطاد في قصه الجمعيه العموميه، فحاولوا
يصطادوا في الماء العكر ويخلوا المساله لا الحقوا ده الاهلي هيعمل على يومين مش عارف ايه في اللجنه ابتدت تعمل استدراج حد من بره برضه من المعارضه مثلا او حاجه حد بشكل عام يعني بعض الناس حاولت تصطاد في الماء العكر او كاره الاهلي او الناس اللي مش حابه الاهلي يفضل في استقرار او شايفه ان الاهلي هيعمل حاجه تبعد عنهم ان ايديهم تتمد داخل مين الاهلي يعني معارضه ومثلا لا ناس من نفسها. وناس من المسؤولين ما اوتيفر ايا كان المسؤولين اللي هم مصرين على نفس اللجنه او كل الناس لان برضو في مساله خلط اوراق انت بتخلط اوراق بين حاجه وبين حاجه ثانيه احنا اتكلمنا بالمنطق وضحنا ازاي اللجنه الاولمبيه بتتعامل والمخاوف تاكدت ان هي هتطلق يدها فعلا في الانديه بعد كده وفي كل شيء وهتتدخل وفقا للائحه الاسترشاديه وضحنا بموقف الكابتن حماده المصري وضحنا مش مقارنه بقى وغيره اللواء لا وغيره انا بتكلم على موقفه في ايه بدون تحقيق وقف 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 فاذا لو جه اي مسؤول بعد كده اذا كان راجل اللي عندك وعضو لجنه يعني حتى لو قال وجهه نظره المفروض ادبيا ان انت تحقق معاه ويتم نتيجه تحقيق فمعنى ذلك ان اي حد مسؤول برضه ممكن يتكلم او يعارضك هتتعامل معاه بنفس المنطق وخاصه ان انت رئيس لجنه المنازعات فانت الخصم والحكم في نفس الوقت فده امر مخيف يعني وامر مقلق كمان وبيؤكد مخاوف الناس كلها من الموضوع اتكلمنا ان النادي الاهلي ما حدش اعترض على لائحته فاذا اتخذ القرار شاف ان ده دوره التاريخي او المسؤول اللي قاعد على الكرسي في هذا التوقيت ده دور التاريخي في هذا التوقيت لازم امشي فيه حتى لو المشوار صعب تمام انا اسف على المقاطعه معانا مكالمه مهمة جدا مهم جدا نسمع رأيه زي ما بنسمع آراء كتير جدا وهو كمان على المستوى الرياضة شخصية عظيمة واسم كبير ولما نتكلم عنه حدث أكيد ولا حرج معانا على الهاتف اللواء سامح مباشر عضو اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الجودو برحب بحضرتك يا سيادة اللواء ومبسوط جدا لحضرتك معانا أهلا أهلا حبيبي ازيك كابتن شادي الحمد لله رب العالمين سيدي الناس ضيوفي في الاستوديو الاستاذ عمر الايوبي اليوم السابع ناقد رياضي وكمان الاستاذ حسن خلف الله من الاهرام جورنال الاهرام. يا اهلا وسهلا مسلنا عليهم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. قبل ما نتكلم في اي حاجه الاهلي عنده مباراه امام الترجي بتقول ايه عن المباراه يا فندم؟ لا الاهلي ربنا هيكرمه هو بتاع الصاع. النادي بتاعنا بتاع الصاع. بتاع الصاع. عندك ثقة في اللاعبين والجهاز الفني؟ عندي ثقة في اللاعبين والجهاز وكل حاجة. مارسناها كتير معاهم فوق العشر سنين. لاعب النادي الأهلي ده بتاع المواقف الصعبة. بسيادة اللواء عندي بعض الأسئلة لحضرتك وأنا عارف إن حضرتك بتنام بدري ولكن كان مهم جدا في التوقيت الصعب ده تبقى حضرتك معانا. تحت أمرك يا شادي. كابتن حماده المصري سمعنا في الصحف اللي اتوقف عشان قال كلمه حق وقال اللي احنا ما اتدخلناش في اللائحه الاسترشاديه خالص ما نعرفش عنها اي حاجه احنا شبه بصمنا فقط واللي عملتها واللي عمل اللائحه الاسترشاديه الوزاره الكلام ده صح ولا غلط؟ والله يوم ما قلت لنا شفناها اللي هي الاسترشاديه دي يوم هو بيقول انها جايه من الوزاره يعني انتوا ايه؟ لا انا السؤال هنا هو حضراتكم شاركتوا في اللائحه الاسترشاديه دي وعملتوا اجتماعات ولا جات لكم على ولا اتعرضت عليكم على طول؟ لا عملتها اللجنه بيقولوا اللجنه القانونيه في اللجنه الاولمبيه وهيعرضوها علينا عرضوها علينا طب انتوا احنا مش حضراتكم شاركتوا فيها؟ لا لجنه قانونيه. طب ما هو اللجنه القانونيه مالها مش لازم الاعضاء يتعرض عليها بيتعرض عليها النهايه زي ما قال لك حماده. لازم تتعرض اللي اتعرضت اللجنه القانونيه عملتها وعرضتها. وخد بالك حماده من الناس الصادقين يعني انسان كويس. طيب ايه رايك في ايقاف الكابتن حماده؟ لا لا يعني لا ايه؟ شيء على الترابيزه ينحل مش بالطريقه دي. يعني رفضه يعني. احنا كلنا بيت واحد واسره واحده نحلها نجيب الكبار ونحلها.
طب حضرتك ما حاولتش تتدخل؟ نعم حضرتك لا. ما حاولتش تتدخل؟ لا لا انا لسه رايح الاتحاد النهارده ما لكن ان شاء الله بوعدك يوم الاحد هتدخل فيها. سياده اللواء سامح مباشر انما الى علمي اللي في تركيز مع حضرتك عشان ما تنجحش في الانتخابات اللي جايه، الكلام ده صح ولا غلط؟ عاوز اقول لك حاجه يا شادي يا ابني. اتفضل يا فندم. انت من نوع الراجل مؤمن جدا. اذا اراد الله شيئا هيكون فسيكون. اكيد. ده يحارب، ده يمنعني، ده يلعب، ده يعمل. انا بعمل اللي علي امام الله وبحمي اتحادي وبحمي هيئاتي. تشيل تحط تعمل ما تعملش، الانتخابات نتيجتها لا يعلمها غير المولى. ونعم بالله. ونعم بالله واكثر. دي آية كده تحطها ان اللي يريده ربنا هيحصل. طيب عايز اعرف حضرتك، كان معانا امبارح الدكتور علي حسب الله، اتكلم كلام محترم جدا وقال ان النادي الاهلي موقفه سليم 100%، مفيش حاجه اسمها في القانون تقول يوم ولا يومين. قال نفس الكلام الكابتن حماده المصري، قال ان النادي الاهلي اللي عمله صح وبينحاز لجمعيته العموميه. كمان كان معانا اللواء جاسر رياض وقال اللي بيعمله الاهلي ده صح 100%، والثلاثه اعضاء في اللجنه الاولمبيه. حصل حضرتك غير طبعا اكيد الدكتور علاء مشرف، حصل حضرتك كل زمان حضرتك في اللجنه قالوا الكلام ده، اللي عمله النادي الاهلي قانونيا صح ولا انت شايف ايه؟ والله انا قلت لك انا يوم الحد هشوف الموضوع من اوله لاخره. وهنعلن على الرسمي موقفي. لان انا مش هبعد عن حد ولا ابعد عن زميل. انا بقول لك هشوف الموضوع واقول رايي صراحة يا شادي امام كل الناس. دون النظر ده ضد مين ولا مع مين. ان شاء الله هتشوف بعينك. بس السؤال بس ثانية واحدة بس. اما حضرتك لسه هتشوف يوم الاحد والكابتن حمادة ما شافش وغيره ما شافش، امال مين اللي خد القرار واعلن اللائحة الاسترشادية في الوقائع المصرية؟ امال حضراتكم يعني دوركم ايه؟ ما يعني مين اللي بياخد القرار؟ اما حضرتك لسه بتقول هتشوف، كابتن حمادة ما شافش واللي مش عارف مين. اشوف اللي اتعامل مع حماده، مش اشوف يعني هو اتعرض عليكم الموقف ده. هو قال في الاول قال لك اللائحه الاسترشاديه، ما هو قال اللي وصل قال لك ما شفناهاش اساسا، دي جت لنا فرق. ما هو النادي الاهلي بعد ما خلص جمعيته العموميه بيبعت للجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه المفروض بتجتمع وترفض، رفضت اجراءات النادي الاهلي. انا من الواضح ان ما حدش فيهم اجتمع ولا شاف حاجه. وده هو السؤال. خلاص انا فهمت راي حضرتك عشان الكل بنتناقش وعايزين نعرف راي حضرتك. استاذ حسن من كلام حضرتك بيقول اللي انتم ما اجتمعتوش في اللجنه الاولمبيه خالص، الكلام ده صح ولا غلط؟ عشان نشوف لائحه الاهلي. لا 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 انا مش شفتهاش. طيب ما اجتمعتوش؟ امال مين اللي بياخد القرار؟ مش المفروض اللجنه ازاي في الوقائع المصريه وقالوا ان موقف ورفضوا اجراءات الاهلي، مش المفروض حضراتكم اللي بتكرروا القرار ده ولا مين صاحب القرار؟ هم رافضين الاول، هم مش محتاجين يشوفوه، هم رافضين. طب ما انتوا ما شفتوهوش، هم رافضينها، هم رافضين الاجراء اصلا. يا فندم ثانيه واحده بس، المفروض الاهلي احترم اللجنه وقدم لها ورقه، ادي اجراءات اللي انا عملتها، المفروض اللجنه دي بتقعد وترفض القرار او تتفق عليه وتقول الاجراءات دي غلط. مين اللي خد القرار اما اللجنه ما اجتمعتش ومحدش عارف حاجه؟ ما هو ده السؤال. يعني مين اللي خد القرار وراح مين اللي خد القرار يا سياده اللواء؟ ما هو يقول لنا مين اللي خد القرار. يعني هل القرار فردي في اللجنه الاولمبيه؟ بقول لك احنا ما شفناش. ما شفتوش. ما شفناش ولا شفنا موضوع الاهلي نهائي. وبقى انت بتتكلم عن النادي الاهلي اللي هو بيتي، بيتي من زمان. ما شفناش. طب ما هو ده الكلام ده بيكشف قدام الناس، الكلام ده بيكشف قدام الناس اللي بيحصل. اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيه ان الاعضاء اللجنه الاولمبيه المفروض اللي هم بيجتمعوا وهو ده ما اجتمعوش. ايوه ما حدش شاف. امال مين اللي خد القرار؟ يعني اذا هو القرار مطبوخ ومترتب، هو اللي سابت اللي هو ما حدش عايز يراجع، ما حدش عايز يبص. يا كابتن حسن اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. بقول لك ما تعرضش علينا حاجه. طيب لا تعرض علينا لائحه الاهلي
يبقى الكابتن حماده كلامه صح. طب امال بيوقفوه ليه؟ امال عايزين يعني الكابتن حماده ليه وقفوه وخدوا الكارت؟ ما هو بيتكلم صح، الراجل ما غلطش يا راجل، قال نفس كلام حضرتك، كل الناس بتاكد. يبقى اذا ليه تم ايقاف الكابتن حماده المصري؟ ليه تم التنكيل بيه؟ يبقى اذا بقى اللي هيفتح صوته بعد كده اللجنه الاولمبيه هتنكل بيه. برضه هقول لك القرار بتاع حماده ما تعرضش علينا. امال ايه اللي بيتعرض عليكم يا سياده اللواء؟ ده كده ما ايه اللي بيتعرض عليكم بقى في اللجنه الاولمبيه؟ يعني اذا مين من يدير اللجنه الاولمبيه؟ كلام حضرتك ده كلام مخيف على فكره، ده كلام مخيف جدا، كلام والله العظيم انا مستغرب ان انا بسمع ده من كل اعضاء اللجنه الاولمبيه بيتكلموا الكلام ده في الصحف وفي الاعلام. يعني ما انتوا حضراتكم ما حدش قال غير عندنا هنا البدايه، ما حدش فتح يعني الموضوع. انا بقول برضه عشان انا مش بقول بنفرد واللي انا رقم واحد، الكلام كله ابتدى هنا في البرنامج ده. الكابتن اللواء رؤوف جاسر رياض، انا اسف، الدكتور علي حسب الله، الكابتن حماده المصري، كله كان هنا، واللواء سامح مباشر وكله قال. عارفين ليه اتكلموا هنا؟ عشان الاهلي كبير ومحدش عارف يتامر عليه، واللي عملوه ده مش مظبوط، واللواء سامح مباشر كمان اكد زيهم النهارده اللي مفيش اجتماعات وبياخدوا قرارات من غير اجتماعات، والوزاره هي اللي عملت لائحه الاسترشاديه، وفي مسؤول جوه اللجنه الاولمبيه محطوط من الوزاره وكان شغال في نادي الصيد. عايزين معلومات اكتر من كده تاني؟ كلام مؤسف للاسف، كلام مؤسف، وانا يعني مستاء جدا من اللي انا بسمعه ده والله. سياده اللواء حاجه يا حسن، اتفضل يا فندم. شيخ يا ابن الناس، النادي الاهلي ده مش نادي صغير. ولا احنا صغيرين فيه. ومحدش يقدر يجي عليه طول ما احنا عايشين. تمام؟ تمام. وانا بقول لك الوقائع صماء. وانا بقول لك هتدخل يوم الحد عشان حماده. يعني انت يا سياده اللواء انا تكلمني يا شادي اقول لك انتهيت لايه يوم الحد؟ يا سياده اللواء استاذ عمر ايوبي بيسال حضرتك الناقد الرياضي باليوم السبعة، اتفضل يا استاذ عمر. يا سياده اللواء يعني انت حضرتك يوم الحد هيكون لك موقف واضح قدام اللجنه الاولمبيه لو لقيت اي قرار ضد كابتن حماده المصري او ضد النادي الاهلي؟ يا بيه القرار موجود والقرار لسه هتعمل ايه؟ انت حضرتك هيبقى ليك موقف. انتوا بتقولوا توقف. ها انت حضرتك انا هقول توقف ليه واتكلم واحاول ازيل هذا اللغط؟ طب يعني هيكون ليك موقف واضح. انسان مش صغير حماده، انسان صغير حماده، انسان محترم في كل تصرفاته معايا. طيب في اللجنه الاولمبيه في سؤال مهم جدا دلوقتي لحضرتك. الطبعه بتاعت المصري اليوم بكره تصريح على لسان اللجنه الاولمبيه او مسؤوليها ان الكابتن حماده المصري كان المفروض مفيش اي اجتماع اتعمل عشان نوقف الكابتن حماده المصري، وابتدى يتراجع النهارده. كمان في نقطه مهمه جدا، تصريح مهم لهشام حطب بيقول فيه ان الكابتن حماده المصري انا غلطان اللي انا ساعدته، كان المفروض يتوقف من سنه. هشوفها بكره يا عم. انا بقول لك يوم الحد انا هقابل رئيس اللجنه الاولمبيه واتفاهم باعتبار دي حاجات مسؤوليه علينا. وهيستنى لحد اليوم. لان ما يتحطش اسمنا في ناس تنذبح ولا ما تنذبحش. مظبوط حضرتك؟ مظبوط. بس لكن الاهلي كبير عن الكلام اللي بيقولوه ده كله. من امتى الاهلي يعني بيصغر نفسه؟ روح عبره نادي مبادئ ونادي قيم. طيب ممكن الجا للقانون لان احنا دوله قانون. الواحد بيدعي اللي هو بيذاكر شويتين. الماده 92 بتقول اللي ما ينفعش يتاخد قرارات الا غير في وجود اللجنه كلها. ما ينفعش انا كمسؤول مع نفسي اخد قرار اوقف حماده. لا، اللي بيعمله الاهلي غلط، لازم يرجع للناس. وده ضد القانون اللي هي الماده 92. يا فندم مين اللي خد القرار؟ ما انا بقى بستغرب. انا ده اللي يعني خلاني مستغرب وبسمع كلام مؤسف. مين اللي خد القرار؟ ما حضراتكم ما بتجتمعوش. طيب عشان الراجل يعني سياده اللواء قال لنا يوم الحد هيقول كل حاجه. هو سؤال اخير، هو انتوا اجتمعتوا ايضا؟ يعني ما حصلش اجتماع في النص كده، اخدتوا قرار مين لجنه التسويه اللي هيبقوا موجودين او فض المنازعات؟ والله يا حسن اللي هي اللي موجوده في اللجنه الاولمبيه. ركز يا حسن. يا بيه قالوا لنا
قالوا لكم الحمد لله. طب الحمد لله ان قالوا لكم والله. متعب. والله كويس ان قالوا لكم يا سياده اللواء. سمعت الجمله بيقول لك بكلمك وانا مكسوف. سياده اللواء سامح مباشر عضو اللجنه الاولمبيه ورئيس اتحاد الجودو. بشكر حضرتك، حضرتك شخصيه محترمه ما هربتش من المسؤوليه تبقى موجود معانا ايضا على الشاشه، وبنضرب القنبله الرابعه النهارده. اللي هو سامح مباشر اكد لموقف النادي الاهلي على حد كلامه قانوني، ما اجتمعوش خالص عشان ياخدوا اي قرار. ليا بعض الاسئله لسياده الوزير ولهشام حط. رقم واحد، زي ما الاستاذ حسن قال، ازاي راحت او اللائحه اتحطت في الوقائع المصريه بدون علم خمسه من اعضاء اللجنه الاولمبيه؟ ادي واحد. اثنين، يا سياده الوزير حضرتك طلعت في كل مواقع مصر وكل البرامج الرياضيه في مصر ووسائل الاعلام، وحضرتك قلت ان اللجنه الاولمبيه هي اللي عملت كل حاجه، احنا مالناش دعوه. ادي خمسه من اعضاء اللجنه الاولمبيه بيقولوا لحضرتك. يا جماعه احنا مش اهل القانون، دايما بنتكلم في القانون بنجيب اهل القانون. الماده 92 بتقول اللي ما ينفعش حد ينفرد بقرار، امال اللجنه جايه ليه والاعضاء جايين ليه ما دام انت هتتصرف من دماغك؟ الكلام ده كله ضد القانون. رساله للمره المليون لجهات سياديه في الدوله. الاهلي مؤسسه كبيره وعظيمه بتكتب دستورها وبتكتب لوائحها من اول نادي في مصر عمل الكلام ده قبل اي حد. تاريخ النادي الاهلي يا جماعه، تاريخ النادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي قد دول. اللي بيشجعوا الاهلي قد والله العظيم جمهوره اكتر من دول جنبك. وفي الاخر الكلام ده يحصل معاه النهارده عشان اسيطر على النادي الاهلي. وفي الاخر قالوا له، عارفين فكره قالوا له؟ هو ده اللي احنا بنشوف اللواء سامح. او ممكن نقولها صور. انا كنت مفكر ان نكته إيه؟ يعني انا كنت مفكر اللي بسمعه ده طلع حقيقي مش نكته. يعني انا مستغرب. ده خليني قبل ما حضرتك تتكلم ادوس استاذ عمر يتكلم، كل التحيه والتقدير والاحترام للمجموعه المحترمه من اللجنه الاولمبيه. تاني لازم اقول اساميهم لان دول هيتحطوا في لوحه الشرف في التاريخ. اللي ما خافوش، معلش يا استاذ حسن، يتحطوا في لوحه الشرف في التاريخ. اللي ما خافوش، اللواء جاسر رياض، الكابتن حماده المصري، الدكتور علاء مشرف، اللواء سامح مباشر، الدكتور علي حسب الله، كل دول ايه؟ انت تعرف النهارده في مكالمه شفتها لاحد اعضاء اللجنه الاولمبيه داخلين يشتموا الرموز دي؟ ينفع يا جماعه؟ ينفع ده اللي بيدور بيه الرياضه المصريه؟ هو عندهم فريق. اتفضل يا استاذ عمر. بص حضرتك، انا يعني لازم تفعل حاجه، ان هو الدوله مش بس يعني انا هخرج من الاطار انت عشان انت برضه متحمس، انا ممكن ابقى هادي شويه. اتفضل. هو لازم الاول الدوله واخده خط. يعجبني هدوء. ايه؟ يعجبني هدوء. هي الدوله واخده خط، ان انت كنا عندنا قانون الرياضه ولازم نخلص منه. وزير الرياضه عنده رغبه شديده يخلص في الموضوع. الامور كانت واضحه، ما كانش في السر ولا حاجه، ما كان دايما كل يوم جلسات بين الوزير وشؤون قانونيه في الوزاره مع بعض المسؤولين في اللجنه الاولمبيه، مش كلهم مع بعض. احنا قاعدين قعده عرب. لا بعضهم والبعضهم بيقعدوا. عارف مين بعضهم؟ عارفين. خلي بالك انا عندي بقى الملف ده مع بعضهم اللي مش محسوب على المستشفى. لا 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 هي في مجموعه مقربه من المهندس هشام حطب. المجموعه المقربه اللي بتدير معاه الامور وبتدير معاه المعارك، اللي هي اي حد بيقف قدام السياسه بتاعتهم بيداس عليه بشكل واضح، زي هو ما حصل قبل كده مع رئيس اللجنه السابق اللي هو المستشار خالد زين، زي ما حصل بعد كده مع وليد عطا رئيس اتحاد العاب القوه. دي امور واضحه جدا. لكن احنا اللي نقف عند النادي الاهلي، انت اساس الموضوع على مستوى العالم كله في كل المؤسسات العالميه بتدي الحق للجمعيات العموميه صاحبه القرار. معاك 100%. برافو عليك. انت اتحاد الكوره خد جمعية العمومية بتاعته ولا خد الثمان سنين قبل ما مصر تطبقه وتنفذ صح كده؟ قبل اي حد خالص. كابتن السيمي ازاي خرج منه؟ الاتحاد الدولي الفيفا من ضمن قوانينه بيقول لك ايه؟ يعني بيدي قانون عام بتاع الكوره، بس في بنود يقول لك ايه؟ والاتحادات الاهليه لا، ما تراها وفقا لظروفها ظروفها. دي نقف عندها بقى. انت النادي الاهلي، انت جمعية العمومية بتاعتك هي اللي تحدد. مجلس ادارته يعرف النادي الاهلي طبيعته شكلها ايه. النادي الاهلي هو الوحيد في مصر اللي عنده اكتر يعني كنادي رياضي بين المؤسسات الخاصه، ان هو عنده فروع في الشيخ زايد وعنده في مدينه نصر وعنده فروع ثانيه بتفتح وعنده عدد كبير. هو ادرى بظروفه يقول يومين او يقول ثلاثه او يقول اربعه. كابتن حماده قال كده، قال يقول يومين يقول هو اللي يقول هو اللي يقول هو اللي حكى حاجه. طب وانت ليه اصلا بتعترض عليه وانت في نادي الزمالك لائحته اللي تم اعتمادها فيها الانتخابات بقى الانتخابات اللي هي اخطر شيء هتبقى عليه يومين. هكون صريح اكتر واسف على المقاطعه عشان اوضح لحضرتك الصوره. ما هي مشيتش كده، مشيت بالونه اختبار
والرجاله انت عارفهم اللي بيقولوا صباح الفل بيه وصباح الفل يا باشا، عارفهم انت، اصل احنا في مجتمع. هو الموضوع عند الموضوع فابتدوا يشتغلوا اضرب يومين غلط الحق مش عارف ايه انا مش عارف ايه ده ضد الدوله، فابتدت النغمه هو ما جيبش تغيب الشباب الاهلاوي ويجردوه من اهلاويته ويبتدي يوم اتنين تلاتة اربعة للاسف ابتدينا معاهم متاخر عشان نوقفهم عند حدهم. دي الحقيقه اللي حصلت على ارض الواقع. لا بص يا كابتن شادي، لازم تفعل حاجه. يعني الكابتن طاهر ابو زيد كان وده نجم كبير في النادي الاهلي وكان وزير رياضه ووزير رياضه محترم، كلامه واضح، قال لك ان هي جمعيه النادي الاهلي جمعية شرعية. انا على المستوى الشخصي رايي ان هي جمعية شرعية، لان فيها جمعية فيها انت كان بصفتك انت راجل رقابي او سواء اللجنة الاولمبية او الوزارة، انت روح راقب يومين ثلاثة، شايف تزوير قول في تزوير اقف امسك هنا الحرامي ده اللي بيقوله، لكن انت ما تقعدش بقى قاعد مستني وتسيب الموضوع وشايف الموضوع. انت انا شايف ان اللجنة الاولمبية خدت فزعة، يعني خدت دور اكبر من دورها. يعني طول حياتنا ما نعرفش حاجه اسمها لجنه اولمبيه، يعني حسن موجود وكل الصحفيين موجودين، ما فيش حاجه اسمها لجنه اولمبيه. كان لجنه اولمبيه مجموعه كده ممكن تكلمها، لو هتطلع لجنه اولمبيه هتصفر مجموعه ناس او مش عارف ايه، كانوا بيظهروا ساعه الدورات بس عشان بقى فقط. لكن انت هو لما جينا احنا محتاجين الدوله عايز تخلص وتحط صوره للقانون وتمشي فيه شكل المؤسسه الوحيده اللي هي شكل شرعيه واللي بقى ليها دور بعد ثوره يناير عشان اللجنه الثلاثيه والكلام ده كله بيتهيأ اللي موجوده في المشهد، لكن للاسف هم استغلوا الموضوع غلط، استغلوه بشكل تكسير العظام للقوه. ما ينفعش كده تتكلم عن النادي الاهلي اللي هو المؤسسه الاولى في الدوله هنا بشكل العناد والفرض اللي انت لا احنا هنعمل اللي احنا عايزينه وانت مخالف. ما فيش حاجه اسمها انت تعمل الاهلي يعمل يومين او ثلاثه او اربعه، الزمالك يعمل يومين او ثلاثه، هو اللي ادرى بظروفه. النادي الاهلي هم اضرب نفسهم. لابد من انا شايف ان اللائحه الاهلي هي لائحه شرعيه كان لازم ولازم يبد من اقرارها، بس دي قصور انا بتهم فيها خالد مهندس خالد عزيز ان هو عنده تقصير، كان لابد ان هو يتدخل عند يعني بدايه الصدام، وهو دلوقتي هو عنده ازمه. افترضنا هو هيمشي بالاسترشاديه، بس انت كده ظلمت النادي الاهلي لانك النادي الاهلي ما اديتوش حقه. معلش برضه النادي الاهلي نادي كبير، نادي عنده قوه بغير القوه، سيبك من قوه، مش نتكلم قوه جماهيريه، نتكلم بقوه الاعضاء العاملين. انت بتتكلم في نادي عنده ثلاث فروع موجودين، اسم النادي وتاريخ. انا بص انا عايز ابعد عن دي عشان نتكلم. معلش يعني ما انت نادي الاهلي هو صوت زي اي نادي صوت في اي انتخابات. معلش انا بوافق على ده، مش حد على راسه ليش. انا موافق، لكن انت نادي الاهلي ليه طبيعه. نادي الاهلي عنده فروع في مدينه نصر وعنده في الشيخ زايد وعنده اراضي ثانيه وعنده ظروف مختلفه، حتى لو نادي صغير معلش انت ليك طبيعه خاصه اللي ادرى بيها اللي بيديرها. النادي الاهلي معلش الاهلي ما بيخدش ملايين من وزاره الرياضه دعم. النادي الاهلي عنده لعيبه بملايين وعنده جماهير بملايين وعنده العاب ثانيه بكتير وبيستثمر في لاعبين في العاب اخرى كتير. هو اللي بيدير الموضوع مجلس الاداره، يبقى طالما هو اللي بيشيل يبقى هو اللي يفكر ازاي يدير الموضوع، وده موضوع حيوي وموضوع مو مصيري او هيبقى تاريخي ان انت تحط لائحه النادي الاهلي. طبيعي جدا تحطها يومين او ثلاثه تقدر بيها، لكن انت تقعد تسيبه وتقول عشان ما كده تقول ايه لا بسرعه كده وتوشي الموضوع فتوانه، لا ما ينفعش الفتوانه مع النادي الاهلي او مع غير النادي الاهلي. انت لازم ناس منطقيين. انا شايف ان هي فيها ده تجاوز وعناد، وعناد في الغلط من اللجنه الاولمبيه. هروح اخيرا للاستاذ حسن، بس خليني اقول لك جمله. طبعا. لو احنا بنتكلم على اعضاء اللجنه الاولمبيه هو تاج هيتحطوا في لوحه الشرف لموقفهم المشرف جدا اللي ما بيقبلوش بده، كلام خطير جدا اتقال النهارده، خطير جدا جدا من اللواء سامح مباشر. هنحط برضه صوت اللي قاله كلام استاذ عمر في مربع الحق اللي تايه في ايام بنشوف فيها حاجات غريبه، اللي انت قلته دلوقتي دي طبعا. كلمه الحق اللي غايبه. صح. والله العظيم دي الحقيقه. ده حقيقة. فانا بشكرك استاذ حسن. هعرض لحضرتك دلوقتي كابتن حماد المصري في المصري اليوم اي ليه، لان كلام خطير جدا مهم جدا حضرتك ترد عليه وتقول لي ايه رايك فيه. عشان اتفضل. محروس بتاع الوزير هو من يدير الاولمبيه وايقاف وايقاف قرار انتقام. ايه تاني في المانشيت؟ ايه تاني يا جماعه؟ قولوا لي كده المنشئ. هشام حطب اللي هو مجاملتي اللي هو بيقول له انت سنه والمفروض تمشي من سنه، فبيقول لك المفروض هو يتحاسب على القرار ده لان انا مخالف وسابني اقعد سنه. صحيح. ايه رايك في الكلام ده؟ قرار ده كلام يودي. هو بيتكلم صح؟ هو بيتكلم صح؟ قال لك لم نجتمع منذ يونيو وطريقة عرضه ومناقشة الاسترشادية فضيحة. ده عضو اللجنة الأولمبية. ده حماد المصري. الكلام موثق. خلاص خلاص الكلام قدام السادة المشاهدين. ايه رأيك في الكلام ده؟ لا طبعا ما هو يعني فعلا إذا كان هو فعلا موجود في اللجنة
وهو يعني المفروض ما يكونش موجود فيها ومخالف، يبقى ده طبعا المفروض يحاسب، المفروض اللي سابه انه يقعد هو اللي يتحاسب، مش دلوقتي يقول لك لا ده كانت انا المفروض امشيه من سنه وانا سبته. لا ما ينفعش طبعا، ده هو بيدين نفسه يعني، اللي بيقول الكلام ده يدين نفسه يعني، هو فعلا بيرد بمنطق ومنطق حقيقي زي ما احنا بنتكلم دلوقتي بمنطق في كل اللي سامعينه واللي شايفينه. طب سؤال عشان وقتنا جري، انا هو سؤال فضل. ليه التعنت كده مع النادي الاهلي خصوصا بعد كلمه الكابتن حماده المصري اللي في حواره مع المصري اليوم، وهو بيقول ان المهندس خالد عبد العزيز يتدخل في عمل اللجنه الاولمبيه ورجاله يتهموني بالباطل؟ لا هو في حاجه بقى، في من الواضح كده ان في امور خفيه ومستهدفه النادي الاهلي. من الواضح كده، خلينا نكون صراحه مع بعض، متفق مع حسن كده، في امر غامض، في امر غامض، متفق مع الكلام ده. متفق في امر غامض في الموضوع، لان الامور مش ماشيه بشفافيه. خلينا بقى سيبك من الكلام وان كذا وهنعيد ونزيد في كلام ملوش اي فايده. من الواضح، لان انا قلت وجهه نظري من البدايه، لان لو الامور فعلا فيها شفافيه ما كانش تتعمل لائحه واحده. افرض الوقت، انا عايز اقول لك حاجه، هو مش لما جم يقسموا حضور اعضاء الجمعيه العموميه قال لك اللي فوق 100,000 بيحضر كذا ومش عارف ايه، في انديه عدد اعضائها ممكن يقل عن الألف. لو ما حضرش الناس هتطبق عليهم اللائحه الاسترشاديه. هل ينفع لائحه واحده اللي تطبق على نادي عدد اعضائه 1000 تنفع مع نادي عدد اعضائه 200؟ ينفع لائحه الاهلي تبقى لائحه الشركات؟ لا يعني ما ينفعش. ان انت كان المفروض حتى حضرتك لو انت فعلا عايز تعمل بجد كنت عملت لكل الفئات زي ما انت بتعمل فئات، تعمل لوائح تنطبق مع كل نادي. اللي بيحصل في النادي الاهلي من امور كثيره واداره الامور كثيره واعضاء كتار وفروع كثيره وكره قدم بتدر مبالغ كبيره وبث فضائي و لائحته لا يجب ان تكون زي لائحه نادي عنده 1000 عضو يعني بالمنطق يعني. فبالتاكيد في امور كتير غلط وهم عايزين يداروا على هذا الغلط، فبيحاولوا بيعملوا. انا شايف ده اللي بيحصل ده محاوله لتغطيه على اخطاء، وكل مدى الوقت بيكشف الاخطاء وبيبين ان هم فعلا في حد بيدير الامر في الخفاء، وبينكشف كل يوم ان اللجنه الاولمبيه اصلا ما بتديرش اي حاجه. لا في امر غامض. انا عنوان الحلقه النهارده انتوا الاثنين ويعلم الله بالنوايا اللي جوايا. لما بتبقى بتتكلم في موضوع وبتناقش قضيه بتبقى محتاج صوت حق معاك يقول احنا صح، ما بنكذبش، ومش وفي الاول وفي الاخر لو الاهلي غلط نقول غلط حتى على شاشته، ايه المانع؟ بنتكلم بالمنطق. على فكره بالمناسبه استاذ عمر كان في بعض خطا لنجم كبير من غير ما نقول اسماء، وقال بكل قوه على شاشه النادي الاهلي بدون ما احنا نتدخل، ومتذكر هو الحلقه دي. بس انا 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 والله يعني مش عايز اقوله، قلت لك هتكلم براحتك قلت لي قول. ايوه دي الحقيقه. فانا معايا صوتين حق في وقت مره ثانيه ضاع فيه الحق. بص يا كابتن شادي، انا بص انا باحترامي لقناه الاهلي وجماهير النادي الاهلي، انا في اي مكان بقول اللي انا شايفه فقط صح، مهما كان الاسم او مهما كانت الجماهير. انا شايف ان هو موقف النادي الاهلي موقف شرعي، معلش زي ما قال حسن مش نادي صغير هيتعامل زي نادي كبير، لكن شايف في امر غامض من وزاره الرياضه بشكل واضح واللجنه الاولمبيه تجاه النادي الاهلي صحيح. خاصه فيما يتعلق بلائحه الشرعيه وعدم اعتماد اللائحه، في امر غامض ويثير علامات استفهام. استاذ عمر ايوبي رئيس القسم الرياضي باليوم السابع، شرفتني ونورتني، اكيد بحترمك، اكيد بقدرك، لكن لما تقول كلمه الحق اكتر اكيد الاحترام هيزيد اكتر واكتر واكتر. شرفتني ونورتني. شكرا كابتن شادي، انا سعيد كنت معاكم مع كابتن حسن. كمان الاستاذ حسن خلف الله من نقد رياضي بالاهرام، دايما ببقى سعيد بارائك القويه، ربنا يخليك، وكلمه الحق اللي حضرتك بتقولها، عشان كده كمان حضرتك بتشرف جدا لما تبقى موجود معايا واحنا بنناقش بعض القضايا. ربنا يخليك، وانا اكثر سعاده بوجودي معاكم. شرفتني ونورتني. ومع اخويا عمر يعني. اكيد هنروح دلوقتي لفقرتنا الثانيه مع كابتن النادي الاهلي وواحد من افضل اللعيبه لمسوا كره القدم، نتكلم فنيا شويه ونتكلم كوره شويه مع الكابتن وليد صلاح الدين. لكن قبل ما نروح للكابتن وليد صلاح الدين، موقف مشرف من بعض اعضاء اللجنه الاولمبيه، كل يوم قنبله جديده. النهارده القنبله اللي كانت معانا اللواء سامح مباشر، وقال كلام ايضا خطير عضو اللجنه الاولمبيه، قال لك ما شاركناش، ما اجتمعناش، ما شفناش، ما تدخلناش ولا عملنا اي اجتماع، حتى اللائحه الاسترشاديه ولا لائحه الاهلي ولا شفنا اي حاجه. ده يليق بالناس اللي بتدير المنظومه الرياضيه. بحيي كل المحترمين من اللجنه الاولمبيه اللي دخلوا معانا واظهروا كلمه الحق، عشان الاهلاوي والنادي الاهلي لما بيخوض مش هقول معركه ولا بيخوض بيدافع عن حقه وانحيازه الجمعيات العموميه، لازم تفهموا اللي احنا اللي صح، وكل واحد
اعترض على موقف النادي الاهلي من وجهه نظر الشخصيه تحط عليه 200 علامه استفهام. نطلع فاصل سريع ونكمل حوارنا في الفقره الثانيه مع نجم النادي الاهلي الكابتن وليد صلاح الدين. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي معاك فقرتنا الاخيره مع واحد من كباتن النادي الاهلي ودايما بيشرفنا وينورنا بارائه الفنيه الاكثر من رائعه، كابتن وليد صلاح الدين. برحب بيك يا كابتن. ازيك يا ابو الشد، عامل ايه؟ وحشني. وانت كمان. عاجبني انا النهارده الشياكه بس تكتيفه صعبه وانت القعده عندك صعبه برضه. الاستوديو اسهل. كابتن وليد عايز ادخل معاك عشان وقتنا في الجد على طول، كنجم كبير وتعلم تماما حجم جماهير النادي الاهلي وقوه جماهير النادي الاهلي، شفت المنظر الاكثر من رائع النهارده ازاي في المدرج والمسانده والدعم اللي قدموه للكابتن حسام وكمان للاعبين. بص يا كابتن شادي، طول عمرنا بنراهن على جماهير النادي الاهلي، يعني على مدار الاجيال والتاريخ بتاعنا كله، التاريخ بتاع النادي الاهلي كله، دايما جماهير النادي الاهلي على طول في ظهر النادي، حتى لما بيبقى فيه اخفاق، حتى لما بيبقى فيه توقيت انت ممكن تخسر فيه دوري، تخسر فيه دوري وكاس، تخسر فيه بطوله افريقيا، لكن دايما الرهان على جماهير النادي الاهلي. النهارده كان رهان كبير، واحد من اقوى الاختبارات اللي بيتحط فيها الجماهير وبينجح، يعني دايما جمهور النادي الاهلي الحمد لله بينجح. ساعات كان بيحصل لخبطه شويه خصوصا بعد الثوره، لكن انت في توقيت صعب قوي، داخل على انتخابات، النادي الاهلي داخل على مباراه كبيره جدا، الناحيه الامنيه لعوده الجماهير، ثلاث اربع ملفات يقولوا لك ربنا يستر. يعني يقولوا لك الجماهير جايه النهارده ممكن تهاجم الفرقه، في اخطاء لبعض اللعيبه، زعلانين شويه، في انتخابات، مين مع مين ومين ضد مين، الناحيه الامنيه، العدد، كل ده يعني اوهام. واللي نجح جماهير النادي الاهلي، واللي نجح النادي الاهلي. وعمر المدرج ما اتنقل له انتخابات، عمر المدرج، خلينا نتكلم بصراحه. بص كنا ما بيقبلوش، اللي بيحب النادي الاهلي ما بيقبلش المدرج يبقى فيه الكلام ده. ده حقيقي. لو انت بتحب فرقه الكوره ما ينفعش يبقى فيها الكلام ده. بس خلينا نقول ان يعني بعد الثوره كان في تخوف شويه، انت عارف مرينا بفترات كتير كان فيها لخبطه، انت فاكر 2012 اللي الكابتن حسام البدري نفسه خدها. صح. فاكر كان في مشكله مع الجماهير واللعيبه بتتمرن وشريف اكرام يحط السلم وينط من فوق السور، كان حقيقه، واللعيبه تدخل تركن بالعربيات. يعني بحييك على صراحتك. كان في، خلينا احنا بنتكلم بكل صراحه، كان في بعض الاوقات اللي فيها لخبطه، ولخبطه في الفكر، انت مع مين ضد مين، وجماهير عاديه والتراس واداره النادي واللعيبه والجهاز الفني. دلوقتي الحمد لله ما شاء الله، يعني مصر كلها حتى ما شاء الله ماشيه في التراك المظبوط. بنمر بظروف اقتصاديه صعبه، لكن في الاخر كلنا ماشيين على الطريق المظبوط. كابتن وليد، شفت رسائل الجماهير النهارده؟ هكلمك في اللي انا سمعته وعرضته في اول الحلقه كنجم كره كبير ويفهم معنى الكلام اللي اتقال. ثلاث رسائل افريقيا يا ابطال. شريف اكرام، هم بيغنوا، وشريف اكرامي، الكابتن حسام البدري في البدايه في الاول. كمان بنتكلم على الهتافات المعينه. روح الفانيلا الحمراء اوعى تنسوها. بص، هو الجماهير ادت ثلاث رسائل واضحين جدا. العب بحماس تقريبا، يعني حاجه زي كده، فيما معناه ان عايزين ينقلوا للفريق مهم جدا ان انت تقدم قلبك، يعني انت عارف احنا في النهايات بالذات وفي المواقف الصعبة، ده يعتبر نهائي مبكر، في المواقف الصعبة ما بيبقاش الكرة بس، بيبقى لازم تطلع متخرشم ومتعور وحاطط. فاكر حسام غالي لما حط دماغه في الارض وكان الراجل هيدوس عليه بالستارز؟ هي الروح. انكار ازاي الروح؟ وانت جبت لقطة حلوة قوي لأحمد فتحي، حتى لو كان لعيب دولي وغلطان انه يلعب الاول، لكن هي الروح. هي الروح، فكره ان انت تروح رادس، تبقى لازم روحك اعلى من فريق الترجي. ازاي بقى؟ معرفش. هو بيلعب في وسط جماهيره في ملعبه، لو اقصى النادي الاهلي غالبا هيروح لنهائي البطوله وهيبقى هو المرشح الاقوى. ازاي انت تطلع من كل الاجواء دي بانك روحك تبقى اعلى؟ ده اللي بيقوله جماهير النادي الاهلي. دي رساله. الرسالة الثانية، افريقيا يا اهلي، خدوا بالكم احنا بعيد بقالنا فترة، خدوا بالكم احنا في الرانكينج او في التقييم العالمي في كاس العالم للاندية احنا بعيدنا.
فعايزين نرجع تاني زي ما احنا اسياد افريقيا. النادي الاهلي، النادي الاهلي زعيم الدول العربيه كلها وكل الفرق العربيه والافريقيه في كاس العالم للانديه، فلازم ان شاء الله يكون موجود. دي رساله تانيه. الرساله التانيه، معلش العب زي الوحش، معلش العب زي الوحش. رساله لشريف اكرامي ان كل الثقه فيك، انت راجل وحش ابن وحش، ياما كسبت النادي الاهلي، ياما كسبت منتخب مصر. اي لعيب في العالم يا عم نوير بيغلط، بوفون اعظم لعيب في القرن، في القرن اعظم حارس مرمى في ال 100 سنه بيغلط، ولسه ما شاء الله هو برشلونه معلم عليه في ثلاثه. يعني ما سمعتلكش حس ساعتها هو بيعمل له كده وهو بيعمل له كده. انت خارجين من كل حاجه يا استاذ، ما بتخليش اتكلم. انا اهم حاجه البطولات. في ما هو في ناس في مصر قاعده تتكلم ومش عارف ايه، وفي الاخر الاهلي هو اللي بياخد كل حاجه. صح ولا مش صح؟ ماشي. طيب كابتن وليد، اتكلمنا في الرساله من الجماهير للاعبين والجهاز الفني، لان هم المباراه. هروح لاستيعاب بقى اللعيبه من وجهه نظرك، اخذوا الكلام ده كله ازاي؟ الطبيعه قول لنا. بص، في لعيبه واخده الامور باستيعاب كامل لانها لعيبه خبره بتلعب على مدار السنين طويله جدا. مش عايزين بقى نعد شريف اكرامي، حسام عاشور، عماد متعب، نجيب، في لعيبه كتير جدا يعني مش عايز انسى حد، لكن في خبرات، وليد سليمان، عبد الله السعيد، مؤمن، وفي لعيبه الله يكون في عونهم ما شافوش المواقف دي كتير، لسه احمد حمدي وكريم ندفد وعبد الله الشامي لسه جاي، وليد ازارو 21 سنه، اجايه برضو لسه الموقف بالنسبه له جديد. ففي لعيبه الموقف عليها جديد، وممكن يعني بلغه الكوره كده تتهز نفسيا وتقول ايه ده الموضوع جامد قوي وربنا يستر، وطب هيعملوا فينا ايه لو خرجنا؟ طب ممكن لعيبه صغيره، وفي لعيبه خلاص هي خبرتها عدت الكلام ده. ميزه بقى النادي الاهلي ان اللعيب الكبير بينقل للعيب الصغير ان ده نبض الشارع وده نبض جماهير النادي الاهلي، وما تقلقش، ده كل ده مسانده. حتى لا قدر الله لو الاهلي خسر، جماهير النادي الاهلي واقفه ورا النادي الاهلي على مدار الاجيال وعلى مدار العمر كله. ايه المشكله؟ ما ياما كسبنا بطولات، احنا اكتر فرقه في افريقيا كسبانه بطولات، واكتر فرقه في افريقيا رايحه لبطوله دوري ابطال افريقيا واخداها، واكتر فرقه في افريقيا رايحه كاس العالم للانديه، ما عندناش مشكله. لكن انت بتحس باحساس الجماهير ان الجماهير دي دايما لا تقبل الا بالبطوله. لكن في الاخر لا قدر الله لو الترجي كسب، خلاص مبروك عليه، والجماهير هتقف وتساندك. وعايز اقول لك حاجه، هتيجي تاني يوم وهتيجي اول تمرين وهتأزر الفرقه وهتشجع الفرقه، لان عندك بطولات تانية، عندك سوبر وعندك دوري وعندك كاس وعندك افريقيا تاني بما انك حامل اللقب. فهي الفكره ان الجماهير دي بتديك روح وبتديك حماس، لكن ما بتتخلاش عنك ابدا. دي نقطه مهمه، عشان بس ايه ما نقعدش نزايد على الجماهير ونقول ايه اصل الجماهير بتعمل كده فلازم نكسب. لا، مش لازم نكسب. هي في الاخر هي رياضه وهي كوره، وانت بتلعب فرقه كبيره، وجماهير الاهلي هي اللي علمتنا على مدار التاريخ كله ان انا بقف جنبك علشان انت تعمل اللي عليك مش عشان تكسب. هي دي النقطه. لما يلاقيك تعمل اللي عليك بتقاتل جوه الملعب والنتيجه بتاعتك. يا عم واحد بيلعب اوت وهو بيزحف، احمد فتحي. فانت يعني انت واحد تاني بيحط دماغه تحت الستارز، لو جه في دماغه غرز، وعمر جمال غرز، مش عارف مين قبل كده غرز، سعد سمير في لعيبه بتلعب لانديه وهي خايفه على نفسها بصراحه، وفي لعيبه ودي سمه النادي الاهلي بيلعب وهو حاطط روحه، هو الجمهور عايز كده، لكن في الاخر اغلط عادي واخسر. ما انت اصلك انت مش الحياه هتستمر او الحياه هتستمر. لا، وبعدين الرياضه وكره القدم تحديدا، انت عارف يا كابتن شادي وانت راجل كنت كابتن النادي الاهلي وعارف، اللعيب حاله صح. انا ما اضمنش حاله اللعيب الفنيه يوم المباراه. احنا كلنا نتمنى ان ال 14 لعيب، ال 11 اللي هيبتدوا والثلاثه اللي هينزلوا يكونوا في التوب فورم بتاعهم، يكونوا في اعلى يوم، زي ما انتوا كنتوا في الصفاقيس كده، زي ما احنا كنا مع بعض في 2001. فاكر مباراه سيد عبد الحفيظ ومباراه سان داونز والترجي نفسه. يعني الترجي في رادس السيد عبد الحفيظ جايب هدف التعادل واحنا كلنا متالقين. انا استغل وجودك عشان نحكي للناس تاريخ، وانت كابتن وليد نجم كبير والجماهير كانت في يوم من الايام
بتجبر اي مدرب اللي وليد صلاح الدين يلعب. مباراه الترجي خلينا هقول بحاجه، طبعا في جماهير ما بتحبش تسمع الكلام ده لكن هقول، فنيا كان هم اعلى مننا بكتير. فريق الترجي كان اقوى مننا بكتير، احنا كنا لسه بنبني تيم التوقيت ده. ده حقيقي. لا احنا كنا بالرجوله والجدعنه والروح، صح. قدرنا ان احنا نرجع بانتصار ورحنا المباراه. خد بالك انت لو تفتكر اللعيبه الكبار في الفرقه احنا كنا 3-4، صح. يعني كنت انا ليا الشرف ان انا اكون كابتن الفرقه، بس كان عندي ايه 30 سنه. الكلام ده سنه 2001 2001 30 سنه بالظبط. واللي ورايا هادي خشبه، كابتن هادي خشبه طبعا 29 سنه. واللي ورانا كابتن عصام الحضري 28 سنه يعني. واللي بعدينا سيد عبد الحفيظ كان في فرق 6-7 سنين، والباقي بقى كنت انت ووائل جمعه وبلال مجموعه لسه. يعني في 2001 انت كان عندك كام سنه؟ 2001 كان عندي 22 سنه. طيب بص يعني كل قوام الفرقه 22 23 20، كان ابراهيم سعيد صغير، كان حسام غالي. حسام غالي كان تعرف من اللي لعبوا الطرفين في المباراه دي؟ عارف مين؟ ابو المجد مصطفى هو اللي ابتدى المباراه. ولعب احمد ابو مسلم. ما انا بقول لك انت ما كنتش زي ما انت بتقول، ما كنتش الفريق الاقوى. لكن كنت الفريق الاجدع. برافو عليك. بس هي دي النقطه. انت مش شرط انك تكون احسن فريق في البطوله، لكن شرط انك تكون ارجل فريق في البطوله او اجدع فريق في البطوله، لانك بتمثل نادي كبير. هي دي على فكره، هي الجماهير عايزه كده. الجماهير لما بتقول للعيبه العب العب بحماس، هم عايزين يحسوا ان ال11 اللي نازلين 11 اسد. بص نختلف او نتفق بقى على التكتيك. انت لو فتحت التليفونات دلوقتي كل واحد هيقول لك بقى ايه يعني مليون طريقه. ناس هتقول لك نلعب بتفندر واحد ونلعب 4-1-4-1، واحد تاني هيدخل يقول لك لا 4-1-3-2 ونلعب براسين حربه، واحد تاني يقول لك لا صالح جمعه لازم يبتدي، واحد رابع يقول لك لا صالح ويلعب جنبه عبد الله ويلعب جنب، هتقعد تلاقي واحد تالت يدخل يقول لك ايه لا نلعب بخمسه، احنا المفروض نلعب بليبرو، ايه المشكله؟ ونأمن نفسنا كويس ويلعب سعد ورامي ربيعه وراهم نجيب. هتسمع مليون فكره. الموضوع مش في التكتيك والموضوع مش في الفنيات، نتفق او نختلف الفنيات بتساعد، لكن في الاخر لازم يكون في 11 اسد. صح. تروح انت رايح موقعه، انت رايح جوه فرقه تقيله جدا، رايح تاخد البطاقه بطاقه التاهل وتقصيهم. انت يعني انت تاخد بطاقه التاهل وتقصي الترجي اللي هو المفروض انه من احد الفرق المرشحه للبطوله. طيب كابتن وليد، انت عارف ان انا ذاكرتي قويه جدا معاك انت تحديدا. لما نتكلم في 2012 قبل مباراه الترجي هناك، قبلها بيومين كنا مع بعض. مصر كلها كانت بتتكلم على طريقه اللعب، والاستوديوهات التحليليه كانت بتتكلم على طريقه اللعب. قلت لي اتحداك، فاكر؟ افتكرت ولا لا؟ فاكر. قلت لي ايه؟ لا انا طلعت في لا كنت مع بعض برنامج وكنت معاك وقلت لك ان لا قلت لك وجهه نظر انا، ولا الكابتن حسام البدري هيعمل ايه؟ قلت لي الكابتن حسام هيلعب بكذا، قلت لك هينزل، قلت لك هينزل ويضغط على عكس المتوقع مع الناس كلها بتقوله، هينزل يضغط من قدام. والكلام ده حصل الحمد لله. بعيد عن اللي احنا ندخل فنيات الكابتن حسام خالص، توقعك الصح للي انت محتاج تكسب واحد وتخرج الصح ايه؟ بص شوف انا ما اعرفش الكابتن حسام هيعمل ايه، لكن انا هقول لك وجهه نظر انا. بما ان كل الناس بتقول وجهات نظرها، وطبعا يعني ده حق متاح ومكفول للجميع، انا شفت المباراه دي اللي احنا بنتفرج عليها ان النادي الاهلي لازم يضغط على الترجي بطول الملعب من اول المباراه، ويلعب حاجه اسمها اول ان اول او الكل في الكل. ان انا خلاص متعادل هنا 1-1، كان وليد الهشري طلع احرز هدف الترجي وكنا احنا تعادلنا و 0-0، تطلعك بره البطوله المساله صعبه جدا، فكنت لازم تهاجم. بص الشكل عامل ازاي، بتهاجم بسته. كان وجهه نظري الاستراتيجيه اللي ياخدها الكابتن حسام انه لازم يضغط على الترجي ويلعب جيم مفتوح من الاول. دي كانت وجهه نظر. الحمد لله الكابتن حسام يعني واحده من افضل مباريات في تاريخ النادي يعني. وفي تاريخ الكابتن حسام نفسه يعني عمل تاريخ بصراحه. المباراه دي فاجئ بيها افريقيا كلها. وانا فاكر ان حسام غالي كان مان اوف ذا ماتش، كان احسن لعيب في الملعب، لدرجه ان الكابتن طارق دياب كان وزير الرياضه في تونس يعني ابدا اعجابه بشكل كبير بحسام غالي. كل الفرقه كانت متالقه ومتفقه. بص الشكل عامل ازاي، انت بتهاجم نص ملعبهم طول المباراه، وبص بتهاجم، بص الهجمه فيها كام لعيب، 6-7. هتسالني على سيناريو السنه دي او سيناريو النسخه دي او وجهه نظر هنا في مباراه الترجي، انا لازم العب
اكثر شراسه. ده الهدف طبعا السيد حمدي عدى وحطها لجده، وهنا جده هيعمل حاجه كويسه هيهدي اللعيبه يقول لهم لسه بدري قوي، مش ده يعني مش ده الهدف اللي هينهي المباراه، لا ده لسه بدري. وبالفعل يعني ده حقيقي المباراه فيها سيناريوهات كتير قوي. وجهه نظر انا ان النادي الاهلي يلعب زي ما لعب كده، ده يلعب اشرس من كده كمان. في توقيتات معينه انت لازم تفك الحصار عن لعيبه الاهلي، لازم بلغه الكره كده يعني تخليهم ينطلقوا يجروا في كل حته، يديهم حريه كامله ان هم يعني يطلعوا كل الابداع اللي عندهم. ممكن في مباريات معينه، بص الشكل عامل ازاي. والترجي كان لما نيجي نتابع المباراه دي 85% في المباراه كابتن وليد، احنا في الربع الامامي عند الترجي. خد بالك، وعشان برضو نفهم الساده المشاهدين، الترجي كان تقيل، كان فرقه جامده يعني برضو عامل معاك هنا نتيجه 1-1. فانت يعني هو نفس السيناريو. الفكره بس ان ساعات لعيبه النادي الاهلي، انا بقول كده ليه يا كابتن شادي، انا حسيت ان ساعات لعيبه النادي الاهلي لما بيتكتفوا، لما بيطلب منهم اداء واجبات دفاعيه كتير، اللعيبه نفسها في الملعب بتحس ان هي متكتفه، فبالتالي بتغالي قوي في الناحيه الدفاعيه. الكلام ده حصل السنه دي، حصل فين؟ حصل في بيت فيست. لعبت 4-3-3 ولعبت بثلاث ديفندرات، بس اللعيبه كان جاي لها احساس انها لازم تدافع، فنزلت بتدافع زياده عن اللزوم. ما عجبتنيش المباراه، ما عجبتنيش. النادي الاهلي ما كانش هو شكل النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه. ده واحده طبعا من احلى اهداف وليد سليمان. يعني حاجه جميله، وفي نفس الملعب المباراه دي جالنا ضربه جزاء وتريكا ضيعها واهداف سهله جدا، وبركات وابو تريكا نزلوا الشوط الثاني وكانوا احتياطي. ما هي ايه، بص ايه، عارف بلغه الكره كده ايه، اطلق العنان، اطلق الابداع، قول للعيبه المباراه دي بتاعتكم ووروني، اضغط بطول الملعب. احنا اثبتنا بالدليل القاطع المباراه اللي فاتت ان اللياقه البدنيه للنادي الاهلي اعلى. اعلى ليه؟ ليها اسبابها طبعا. انيس الشعلالي واحد من احسن مخططي الاحمال، واضح في افريقيا كلها، في اكتر مباراه منهم مباراه المصري جدا. في الكاس كمان هم للامانه الترجي مجهد اكتر منك. الترجي لعب 4 جولات في الدوري التونسي، كمان المجموعه بتاعتهم كانت اقوى مننا، فبالتالي عملوا مجهود فيها اكتر شويه. كمان البطوله العربيه ووصولهم للنهائي والسفر كتير والمجهود اللي عملوه، هم مجهدين اكتر منك. وضحت جدا في اخر نص ساعه ان انت بتلعب وان سايد جيم، صح؟ فانا من وجهه نظري استغل حته اللياقه البدنيه وما ادخلهمش في الجيم. انا احساسي او خوفي من ايه، ان انا ارد في نص ملعبي والعب جيم متوازن، ده يخلي الترجي يجيلي ويبتدي يهاجم عليا، ويبتدي يستغل الضربات الثابته، ويبتدي يصدر لي انا التوتر والقلق. لا قدر الله لو احرزوا هدف، هتبقى انت مطالب بانك تجيب جونين عشان ترجع للبطوله. دي ضربه الجزاء بتاعه دومينيك، وضربه جزاء صحيحه 100%. النادي الاهلي استغل السرعات في الشوط الثاني طبعا. فيعني وجهه نظري الاستراتيجيه اللي ياخدها الكابتن حسام البدري هي الهجوم والضغط على فريق الترجي، والعب جيم مفتوح، واعمل حسابي ان برضو الهدف بهدفين. يعني في ناس كتير قوي بتقول لك لا ما فيش حاجه اسمها 3-3 والسيناريو ده مستحيل. لا انا بقول لك مش مستحيل. كابتن وليد عجبني جمله انت قلتها، ودي لازم توصل للاعيبه مهمه. انت عارف في مباريات كده تبقى الكل بيدافع وبتخلي بالك على زميلك وبتناديله بسرعه والكل بيهاجم وتركيز طول المباراه، المباراه دي محتاجه كده. ايوه صح، محتاجه كده. بص خد بالك يعني للامانه، عشان برضو انا ما بشيلش الضغوط من الكابتن حسام البدري ولا حاجه، بس هي المباراه بصراحه بتاعت لعيبه. بصراحه هي مباراه لعيبه، صح؟ التكتيك ليه دور كبير، اختيار الاستراتيجيه وتقسيمه المباراه، وانت ازاي هتقسم المباراه بتاعتك، ولو لا قدر الله جه فيك جون ايه اللي انت محضره انك تضغط على فريق الترجي بتبديلات من بره ولا من جوه الملعب. لو انت ربنا كرمك وجبت هدف، تبقى عارف ان انت في اي لحظه لو استقبلت هدف انت بره البطوله. فانت عايز برضو تجيب جونين. ويعني بص كل الناحيه الفنيه موافقك فيها، لكن في الاخر المباراه دي مباراه لعيبه، زي بالظبط المباراه اللي احنا شايفينها قدامنا. حسام، بص قول لي واحد ما كانش متالق، حسام عاشور وحسام غالي وجده والسيد حمدي ووليد سليمان ووائل جمعه،
كل الفرقه وشريف كل الفرقه كانت متالقه. فبالتالي في مباريات وفي مناسبات معينه انا هنا دور اللعيبه كبيره وصغيره في انه يفرض شخصيته جوه الملعب، يفرض شخصيته على البطوله. المباراه دي مباراه لعيبه مش مباراه حد تاني. كابتن وليد، المحظورات لو بندي نصيحه للاعبين داخل الملعب، شوف ايه الحاجات اللي تخلي بالك منها؟ هقول لك نصيحه بس عامه، يعني مش للعيبه بس، للعيبه والجهاز الفني. لان انا برضو عندي انتقاد للجهاز الفني. لازم يكون عندي ثبات انفعالي اكتر من كده. انا لو رحت ورا التحكيم لازم نعرف السيناريو اللي قبل كده، الكوره اللي دخلت فينا بايد انرامو الهدف الشهير، ايه اللي حصل؟ كله لو تفتكر كله جري جوه الملعب. برافو عليك. وايه اللي حصل بعديها؟ وقف وطرد. وطرد. عارف في الدقيقه كام؟ عشان اللعيبه اتعصبت. انا مين اللي طرد بركات؟ عارف في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 12. انت لعبت 10 دقايق وسلمت له الرايه، قلت له اتفضل. انت كانك سمعني بالظبط. عارف انا قلت ايه؟ قلت لازم اكمل المباراه طول المباراه، اكمل 11. ما ينفعش ان انا ده هيتاثر الفريق وهدفك بيتاخر شويه لو لعبت كم لعبت 10. اسمه ايه يا كابتن شادي؟ الثبات الانفعالي. تمام. للعيبه بس؟ لا، للعيبه والجهاز. الحكم حسب حاجه، مش الجهاز كله يجري جوه الملعب. او هيطرد الكابتن حسام البدري هتبقى فيه مشكله، هيطرد اي حد من الجهاز هيبقى فيه مشكله. طب هي المشكله ان المدرب بيطرد؟ لا، المشكله ان انت بتصدر قلق وتوتر وتنشنه وعصبيه للعيبه جوه الملعب. فيبقى الجهاز الفني مقبول، الجهاز الفني واللعيبه، واللعيبه الكبار قبل اللعيبه الصغيره، لازم تنبه على اللعيبه كلها الموضوع ده. ان يا جماعه المباراه 90 دقيقه، ده احنا مشهورين ببلس 90. يعني انت ابدا اوعى تخرج بره التركيز بتاعك. الترجي جاب جول، وايه المشكله؟ انت ما انت ياما مليون الف مباراه بترجع وبتتعادل وبتكسب في الثواني الاخير، ما عندناش اي مشكله خالص. لكن المشكله الحقيقيه ان انا العب 10 ضد 11. هيبقى عندي مشكله. ادي دي نوع. هبقى بسلم الراي. دي المحظوره. طبعا الضربات الثابته معروفه والناس كلها اكدت عليها، ويعني كل اتنين. مصر كل مصر اكدت عليها الضربات الثابته. احنا انا قلت ونبهت في الاستوديو التحليلي هنا، خدوا بالكم الضربات الثابته للترجي، ايه اللي حصل؟ الهدفين من ضربتين ثابتتين. تمام. فالضربات الثابته، الثبات الانفعالي، ادي اثنين. الثالثه وبرضه كنت متخوف منها وبحط تخوفي تاني، ضياع الفرص السهله. يا وليد ازارو، لما تروح للجون ركز بنسبه 150%، لان الفرص دي ما بتجيش في مباريات كتير. يا اجاي وانت رايح ركز، يا احمد الشيخ لو سندها بشمالي وعملها كده جول اي زاويه، لكن ما اسندهاش بشمالي واعملها بشمالي. لا، اسندها بشمالي واعملها بيميني كده. هتروح في اي حته، في اي حته جول، ما الجون فاضي. وليد ازارو الكره جايه على شمالك بس التسعة ياردة، الجون كله فاضي. كان ممكن زقة كمان، ما كانش معاك حد. هي دي بص، فرص ما ينفعش تضيع. فبالتالي انت طول ما انت هتضيع فرص تأكد ان انت اكيد هتعاقب. فادي ثلاث حاجات مهمة جدا: ضربات الثابتة، الثبات الانفعالي، تضييع الاهداف. واخر حاجة، النادي الاهلي بقاله فترة كل مباراة بيدخل فيها اهداف. فدي قلب الدفاع تحديدا. ان شاء الله سعد ورامي يعني يكونوا موفقين، او اللي هيلعب او نجيب اللي الكابتن حسام هيختاره. ركزوا كويس قوي، لان الفرقه بقى لها فتره كل مباراه لازم يجي فيها هدف، هدف او هدفين من ساعه البطوله العربيه. فعايزين نقفل الحته دي. تمام. الكابتن حسام البدري في بدايه الحلقه كان معانا بيتكلم في نقاط، منهم نقطتين اللي حضرتك اتكلمت فيهم. اول واحده فيما معنى كلامه، جمله احنا بنقولها هنا دايما يا كابتن وليد، ان اتكلم على التشكيل واسماء، ده وقت مش مهم مين يلعب. صح. المهم الاهلي يكسب. ده حقيقي. انا قلت لك المباراه دي مباراه لعيبه، مش مباراه تكتيك ولا فنيات ولا مقسم المباراه، كل ده مهم، بس في الاخر هي مباراه لعيبه. مباراه لعيبه من ناحيتين، ناحيه فنيه حالتك يوم المباراه، والناحيه بقى النفسيه، انت داخل المباراه ازاي، اعصابك عامله ازاي، ثباتك الانفعالي عامل ازاي، تركيزك وهدوءك، عدم انك تنساق ورا اي جماهير، ما تتنشنش على الحكم، ما تروحش ورا الاعتراض وتفقد تركيزك. خد بالك برضو نقطه مهمه جدا، اللعيبه اللي قاعده بره تركز، لانها بنسبه كبيره جدا بتفرق في سير المباراه. انا عايز اللي قاعد بره مش قاعد بيتفرج، اللي قاعد بره بيقرا ايه اللي بيحصل. يعني صالح مهم جدا
عماد متعب، احمد الشيخ، وليد ازارو، لو ما لعبش، لو لعب يبقى جاي، لو لعب مؤمن، اي حد. الناس اللي قاعده بره قاعده بتشوف سيناريو، انا لو نزلت ايه اللي هيحصل، ويبقى عامل زي المدرب. انا مثلا هيجي فيا جون دلوقتي، يبقى انا عايز اعمل ايه؟ يبقى انا اروح منين؟ طب انا مثلا مؤمن، نفترض مؤمن هيبتدي مثلا، نفترض اللي هيلعب مكانه او اللي ممكن ياخد المكان ده، اعرف الناس بتلعب ازاي. الباك رايت ده ايهاب المبارك ده بيعمل ايه؟ قوي جدا لكن ما بيتقدمش كتير. الثغره لما انزل العب عليه. عندهم خليل شمام مثلا ناحيه الشمال، عامل زي علي معلول كده، بيزيد كتير قوي، لكن تخطيطه بتاعته برافو عليه. فانا اقدر زي الاثنين اللي في نص الملعب، كوليبالي وفرانكوم، اهم اثنين، فرجاني ساسي لعيب كويس قوي، لعيب حريف، امسكه ازاي؟ اروح له بطيء مش سريع، فانا لما اروح له اروح له انا كمان بسرعه، لان هو مش هيرقصني بسرعته، هو ما عندوش سرعه، لكن هو لعيب كويس. اقدر اتعامل مع كوليبالي ازاي؟ اقدر اتعامل مع غيلان الشعلالي ازاي؟ اقدر لو علي معلول طلع مين اللي يغطي عليه؟ خد بالك برضو دي من عيوب او بقالها كده فتره مش متظبطه في النادي الاهلي، لما علي بيطلع او فتحي التغطيه لازم ديفندر يميل شويه، او سيرد باك، او سيرد باك، يعني انا لازم اكون انا في المكان ده. سيرد باك امتى؟ عشان كويس يا كابتن النقاط دي مهمه. احنا انا عاجبني حاجه بس قبل ما اتكلم في النقطه دي، لان عاجبني كلام حضرتك جدا، ان شوف حضرتك وانت بتتكلم عمال تقول لي الباك ليفت اسمه ايه، الباك رايت عنده عيبه ايه، ديفن لازم انا كلاعب راح المباراه طبعًا. لو انا معايا شفت المباراه اقعد اتفرج واحفظ. ما انا لو ما ذاكرتش خد بالك، ما انا لازم اذاكر. يعني انا من دلوقتي لا قدر الله اتحسب لهم ضربه جزاء، خد بالك يا شريف اللي بيشوط طه ياسين الخميسي وبيشوط على يمينك وهيتقل عليها قوي يروح حاططها لك، ما انا لازم اذاكر. ما انا لو ما ذاكرتش ابقى انا بفرط في شغلي. يعني النهارده انا لو لعب منتصر الطلبي ده شاب عنده 19 سنه، الراجل اللي جاب البنالتي ما عندوش خبره خالص وخبرته ضعيفه جدا غير علي المشاني. يبقى انا مثلا لو لعبت كاجاييه او وليد ازارو، يبقى انا العب على الراجل ده ازاي؟ ما اروحش لشمس الدين الزوادي، اروح لمنتصر الطلبي. صح. ليه؟ لان ده هدبسه كتير، هدبسه في فاول، هدبسه في انذار، بحكم ما عندوش خبره، فمندافع شفت عمل البنالتي ازاي. فانا لو ما ذاكرتش يبقى انا قصرت في شغلي وهكذا. طيب النقطه كمان اللي عايز اتكلمها، كنا بنتكلم فيها قبل ما نتناقش في الموضوع ده، نقطه مهمه. انا النهارده حضرتك قلت احمد فتحي عشان يعمل واجب هجومي والاطراف دورها بيبقى مهم في المباريات. حرام ان انا الباك رايت زي ما المنتخب بيلعب كده، الباك رايت يروح ويرجع المشوار كله، هتلاقيه ربع ساعه ولا نص ساعه خلص منه. فلازم الديفندر لو مش هيميل، حضرتك قلت السيرد باك، فالسيرد باك ما ينفعش يبقى فاتح الملعب، لازم يبقى ضامم عشان لما يميل ما تبقاش فيه هجمه فيها خطوره. وللامانه احنا عندنا مشكله من ساعه ما حجازي مشي، فكره انت عارف انت راجل طبعا متخصص وعارف، فكره السيرد باك اللي بيلعب ناحيه الشمال. يعني لازم نفهم الساده المشاهدين ان هم مش اتنين سيرد باكين واقفين جنب بعض وخلاص، لا. في واحد امكانياته بيلعب سيرد باك بس ناحيه اليمين، سعد بيعملها كويس قوي وبيغطي على احمد فتحي بشكل كويس قوي. السيرد باك الثاني اللي هنا لازم يميل مع الباك ليفت لما ياخد، برافو عليك، الله يكون في عونه رامي. هو رامي بيلعب يمين احسن برضه. فحجازي كان بيلعب الحته دي هو ونجيب، لكن حجازي كان قافلها بشكل كويس قوي. كان تلاقي اول ما معلول يطلع او حسين السيد او صبري هتلاقي حجازي قريب قوي، وكان دايما عشان كورته كويسه بيطلع كوره كويس. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه وباكد كلامك صح، مقارنه برامي عشان الناس تبقى فاهم، ان رامي كان في اصابه وحجازي لعب كتير. طبعا. فابتدى كل ما بتلعب مع زميلك اللي جنبك بتفهم هو بيطلع امتى، بيزيد امتى، من لعب الماتشات بيدي خبره وبيدي تفهم زميلك اكتر. لا وهو كمان رامي الله يكون في عونه ان هو كمان مغير مكانه. هتقولي ما هو سيرد باك، هقول لك لا، ما هو سيرد باك هو بيلعب، كان بيلعب جنب حجازي وراحوا الاثنين منتخب مصر. وخد بالك اساسيين منتخب مصر كان مين؟ حجازي ورامي ربيعه. ورامي ده علي جبر دخل بعد لما رامي اتعور لو تفتكر. صح. مع مستر كوبر. فبالتالي رامي جه من الحته اللي هنا اليمين وبقى بيلعب شمال، دي عامله مشكله؟ عامله مشكله. كمان الكرات العاليه عامله مشكله؟ حجازي كان اعلى واحد في الملعب فبالتالي بيامنك وبياخدها من بعد. كل دي حاجات احنا عايزين نتلافاها ان شاء الله في ماتش. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي انا كابتن حسام مناقش حضرتك فيها، طبعا كان في اخطاء كارثيه من الحكم في المباراه الاولى. بنتكلم على ثلاث انفرادات اوف سايد ما فهمش اي حاجه لما تشوفهم بعد المباراه، بنتكلم على ضربه جزاء صحيح حرمك احيانا بتبقى مسيطر، في حكم بلغه الكوره يقول لك بيحرجمك. انت بتمسك كوره وراح تضغط يروح حاسب لك فاولين ثلاثه يعمل لك حاله من الهبوط جوه الفريق عشان الساده المشاهدين يبقوا فاهمين احنا بنقول ايه. كابتن حسام هو معايا في بدايه الحلقه قال جمله مهمه، سالته سؤال واضح، كابتن حسام حضرتك عندك تخوف
قال لي عايز ابقى امين معاك بعد اللي انا شفته في المباراه الاولى. اه عندي تخوف. بص مهم جدا ان لعيبه النادي الاهلي والجهاز ما يحطش دماغه في ان الحكم ممكن عنده يكون تعمد بيضغط. لا الحكم مش هيكون عنده تعمد. الحكم بيلعب مباراه متشافه في كل انحاء العالم، عايز اقول لك مش في افريقيا بس. يعني الحكم محطوط عليه سبوت عالي جدا. شوف انت لسه بتقول ايه، كورتين ما فيهمش تسلل خالص ورايحين بانفرادات، طب دي مسؤوليه مين؟ مساعد الحكم مش صح. الحكم هو الراجل اللي رافع راي ده بتاعه اجاييه، فرق خطوتين وحط رجله على الكوره ورايح بانفراد، لكن هي مش حكم. هي مساعد حكم. فانا اقصد اقول ايه، ان الاخطاء لازم هتكون موجوده وليك وعليك، بس الفكره ما تحطش دماغك معاها. انا احط دماغي مع الحاجه اللي ليا، لما اروح بانفراد اجيبه، لما يبقى عندي تغطيه. يعني الكره بتتلعب من كورنر على القريبه، لازم الناس تبقى ماسكه من الاول طب انا وهو بيحولها بدماغه ليه طه ياسين الوحيد اللي اتحرك؟ عشان عينيه بصيت للكوره ما بصيتش للراجل. برافو عليك. كان لازم يبقى عينيا مع الراجل وعينيا شايفه اللي هو ده بقى اللي انا اشتغل عليه. لكن انا في الاخر هقول ان مساعد الحكم ما حسبليش تسلل، والحكم ما حسبليش، ما انت الكوره كده في العالم كله، انت هتعمل ايه؟ يعني دي ملهاش اي حل. مفيش اكتر من ايد انرامو، ده ايد انرامو ده يعني ده لو اعمى هيبقى شايفها صح. يعني لو فقد البصر تماما احساسه عمره ما يجيبها بدماغه، لكن هو الحكم ما شافها، خلاص هنعمل له ايه؟ فانت ما تقدرش تطلع نفسك بره اجواء المباراه بسبب التحكيم، والا هنخش في نفق مظلم. صح. برضو الاهلي اكبر بكتير جدا من انه يدخل في الجزئيه دي. الاهلي بيكسب حتى لو في ظلم تحكيم. كابتن وليد صلاح الدين، بالمعطيات اللي شفتها من الجماهير واللعيبه وطريقه اللعب اللي لعب بيها في المباراه الاولى، اقدر اسالك سؤال هو ممكن يكون تقليدي بس انا متعود منك على الصراحه، متفائل؟ بص يعني ولا خايف؟ لا انا قلقان بس عايز اقول حاجه. المباراه دي فاضل لها حاجه واحده بس. إيه؟ يعني مساندة الجماهير رائعة. صح. رائعة. مساندة الإعلام رائعة. خد بالك مفيش حد بيتكلم غير في المباراة. يعني شوف حتى وانت داخل على أجواء انتخابية وداخل على معارك ولجنة أولمبية، كله عمل ستوب وكله وقف كل الكلام وبقى مع النادي الأهلي ضد الترجي، ودي حاجة كويسة قوي وحاجة أنا شخصيا بتسعدني وبرضو بتريح شوية. فاضل حاجة واحدة بس، اللعيبة تتحرر. هو ده الحاجة الوحيدة اللي أنا خايف منها، مسؤولية، إن اللعيبة تنزل خايفة أو تنزل عاملة حسابات إن أنا همشي المباراة بالراحة وهستنى وهصبر. لا المباراة دي أنا عايز مسؤول. ما هنا بقى نحط في مربع كده المسؤولية والفانيلة النادي. برافو عليك. كله يتحرر، ما تخافش ما تخافش، هيتلعبوا ال 90 دقيقة. اللي يحصل يحصل. واللي يحصل يحصل، برافو عليك. فاكر احنا كنا بنقول ايه؟ حصل. انا ما هو ده بقى اللي خلينا اقول مكان. خلص. انا فاكر اما انت قلت لي في الاول دول اللعيبة الكبيرة كنا في رايحين سان داونز وكان نص الفرقة صايمة. احنا وصلنا المشوار ده كله وبنلعب هنا، خلينا نخلص من هنا. وكان اجتماع اللعيبة الكبيرة معانا، كنا صغيرين كلنا. نص الثلاث ارباع الفريق. واللي يحصل يحصل، هنخاف هنموت، ايه اللي هيحصل؟ مباراه. برافو عليك. فمن هنا اتشالت الضغوط. اللعيبه الكبيره قالت كده والمدير الفني قال كده، نزلنا متحررين خالص. عمرنا ما هنقول الكلام ده لو احنا شاكين 1% ان الترجي احسن. احنا احسن بكتير يا كابتن شاد، احنا احسن فرقه في افريقيا بجد. وانا عارف لو احنا غير كده كنت انت قلت. والله كنت اقول احنا احسن فرقه في افريقيا. انت لو كل لعيب لعب مستواه اللي احنا عارفينه، اقول لك على حاجه، احنا نكسرهم كوره ونديهم علقه كوره. يعني انت بص كل العالم في 2012 قال لك خلاص الترجي وصل والترجي مش عارف ايه. حتى في 2006 مستر مان والجوزيه ده خلوهم اوضه اللبس وقال لهم ايه؟ قال لهم انا هاجي اكسبكم. على فكره انا كنت معاه. ما انا عارف. دخل الاوضه جوه وراح للمدير الفني واللعيبه عماله تفرح وتتنطط، عمل حاجه غريبه جدا. انا داخل ما اعرفش، انا مع نتيجه المباراه الواحد تاه، فدخلت غلط لان في بعد المباراه بتطلع المؤتمر الصح. دخلت لقيت الصفاقس ولقيت مستر مانول جوه عم بيقول لهم ايه؟ انا جاي اكسبكم هناك. جري وراه، جري وراح قافل على نفسه اوضتنا، وانا جريت اول واحد سبته ومشيت. لا هي الفكره في ايه؟ انت عندك ايمان بقدراتك ولا لا؟
لا احنا فعلا احسن فرقه في افريقيا. لو عبد الله السعيد في مستواه ومؤمن زكريا في مستواه واجايف في مستواه ووليد سليمان في مستواه ونص الملعب عاشور والسوليه وصالح في مستواه، لا احنا هنكسر دفاع وهجوم. معلش يعني انت انت لما بشوف انت بتلعب الترجي وانت بتروح بانفرادات من نص الملعب. انت لو جبت الهايلايتس كده، بص بقى هنا في ملعبنا او في الترجي في 2012 او في الترجي في ملعبنا او في الصفاقسي في ملعبهم، يا راجل ده انت مضيع فلافيو، مضيع له 3 4 اجوان، وشيتوس ضيع، وعماد متعب ضيع، وابو تريكه ضيع، وحسام عاشور ضيع. يعني انت الفكره في لا انت راكب الناس كلها، انت راكب افريقيا كلها، بس هي الفكره ان انت تتحرر. انزل المباراه تاكد ان انت لو كوره لا انا اقوى منك، بس هي الفكره انك لو رحت خايف اصل هيجيبوا فيها جون، اصل لو مش عارف ايه، اصل الجمهور، اصل الحكم، مش تخلق اي مبررات سلبيه لنفسك. بالظبط، لازم تخلق دوافع اللي انا احسن. صح. اغلط واكمل. هكلمك في نقطه كمان فنيه انا كنت بتناقش فيها حتى مع الجماهير وانا بتكلم في البدايه، في نقطه مهمه بشوفها سلبيه جدا، دي بقى السلبيه الحقيقيه. لما حكم مثلا عمال يعمل قرارات عكسيه، فين الثلاثه الكبار مع كابتن الفرقه يحط ايده ورا ظهره ويتكلم معاه؟ انا قاعد مصحصح لك، انا كابتن الفرقه اللي بكلمك وشاور له. حيث. وما ينفعش الامور كمان الكابتن الفرقه جوه الملعب. صح. لازم صوته يبقى عالي، ما الاقي فيه هبوط. حيث. يجمع الفرقه في كوره مشتركه ويقعد يتكلم زي ما كنا كابتن حضرتك بتعمل واحنا عملنا الكلام. كلامك مظبوط مليون في الميه. لازم لعيبه النادي الاهلي هم بيتميزوا بحاجه، كورتهم حلوه قوي، كورتهم عاليه جدا، لكن دايما صوتهم هادي. يعني انت تحس ان حتى كمان اللي ادائهم عالي، يعني عبد الله السعيد ده واحد من احسن صناع اللعب في مصر وفي افريقيا، وطبعا فارق جدا مع منتخب مصر، ولما بيكون في حالته مع النادي الاهلي يحط لك فاولات، يحط لك يعمل لك جون. بص عامل الهدف لعبد الله السعيد ازاي في اوغندا، لا يعني حاجه عاليه قوي، لكن ساكت على طول. اول مره اشوفه الماتش اللي فات بتاع الجيش، اول مره اشوف عبد الله السعيد يضرب سبرنت بعد السبرنت يعترض على الحاجه، لان هو طبعا كان حاسس بالظبط، لكن ساكت. مؤمن ساكت، حسام عاشور ساكت، السوليه ساكت. خد بالك دي بتفرق. لا لازم يكون في اتفاق زي ما انت بتقول كده، 3 4 يبقى عندهم برضو ايه شخصيه القائد اللي بيتكلم، لازم. خد بالك شريف ساكت، خد بالك دي برضو حاجات بتفرق. الصوت يبقى عالي نسمعه كلنا واحنا في التلفزيون، وتبقى قائد. يعني ايه حتى لو انت ما عندكش او ما بتعرفش، لا جرب ومرن نفسك. يعني انا اتمنى من حسام عاشور ان هو يصرخ ويعلي صوته. صح. ويزعق. صح. ويتخانق، ارجع يا وليد، عبد الله مش عارف ايه، وليد مش عارف ايه، شد الكوره. كلنا اخدنا بطولات كده يا كابتن وليد. ادي رسائل للناس كلها. وزي ما انت بتقول الحكم لما انا احس ان هو مايل، بس تبقى معموله. فاكر احنا كنا بنعملها ازاي؟ بالاتفاق. هادي انا هروح انا الاول، واستناني انت شويه، وبعديها بخطوتين، وبعدين مره واحده نقول يلا يا جماعه خمسه سته، عشان نحسس ان الحكم اللي احنا مش سلبيين، لا ان كمان في ريلاكس، ان كمان في هدوء، حاجه اوفر. ان في ان انت قرص علينا قوي، ما في حكام كده. صح. في حكام لو لقاك ان انت لا ما بتتكلمش، لا بيكمل. وخد بالك ثلاث ارباع الكوره دلوقتي، لان المستويات قريبه، كلها حاجات تقديريه للحكم. انا زقه يحسبها يا ما يحسبهاش، يا يحسبه يا ما يحسبوش، كلها تقديريه. فانا لو عايز اركب فرقه على فرقه هركبها، لكن في الاخر برضو مش ده مربط الفرس. انت بتتكلم في حاجات طبعا تفاصيل التفاصيل وكويسه وهايله، لكن في الاخر حالتي جوه الملعب هي اللي يعني وده تركب. انا متفق مع حضرتك من اول ما ابتدينا الحوار كابتن. اللي انا كمان عايز اقوله في بعض اللقطات، عشان عايز اسمع من حضرتك ثلاث رسائل. رساله لجماهير النادي الاهلي، رساله للكابتن حسام البدري، رساله للاعبين. بس برضه عشان ناكد على الجمل اللي احنا قلناها، اتمنى اللعيبه تبقى سامعانا، لان في الاول وفي الاخر احنا يهمنا مصلحتهم، يهمنا اللي حققوا لنا البطوله، وبنديهم نصايح سنين طبعا. طويله. جده لما جاب الهدف كان بيعمل كده. ايه عشان تعرف تكمل. لسه في فلافيو لما في بدايه المباراه امام، كنت بعرض امبارح، عمال يعمل كده. اوعى تتوتر عشان تبقى تركيزك فيك 100%. صح. رساله لجماهير النادي الاهلي تقول لهم، بصوا زي ما انتم معودينا النادي الاهلي، انتم بتاذروا النادي الاهلي في كل الاحوال. رسالتي في الحاله السلبيه، لا قدر الله، لا قدر الله لو النادي الاهلي خسر المباراه، احنا عندنا بطولات
كتير جدا. وعندنا بطولة دوري شغالة، وعندنا بطولة كاس، وعندنا سوبر مهم جدا. زي ما انتوا عودتونا طول عمركم مؤازرة في كل الأحوال. أنا دايما بحب يعني مش عارف، بحب حاجة اسمها رد الجميل، اللي هي فكرة إيه؟ إن أنت ما تبقاش معايا على الحلوة بس. أنت الراجل اللي بتقول على الحلوة وعلى المرة. فشيلوا الضغوط من على اللعيبة. أنتوا عايزين إيه؟ عايزين 11 راجل يبتدوا المباراة ويموتوا نفسهم، خلاص ده هيحصل. تأكدوا ده هيحصل. أنا بقول لكم أهو، وكابتن شادي بيقول وكل الناس بتقول، لعيبة النادي الأهلي رجالة وهيروحوا يموتوا نفسهم، لكن في الآخر أنا كمان طالب منك إيه؟ إنك تبقى على الحلوة وعلى المرة. لا قدر الله لو في حاجة دايما ترفع راسك، ودايما انت بتمثل نادي كبير، وجمهور الاهلي جمهور كبير ويتحمل بالزبط. اكيد مسؤوليه مهم جدا. رساله سريعه للكابتن، مهم جدا ان احنا يعني ما نفرحش فينا حد. مهم جدا ان جماهير النادي الاهلي دايما تبقى ورا النادي الاهلي. كابتن حسام البدري يعني انت قدها وقدود، ربنا يكرمك ان شاء الله وتبقى في حالتك وفي يوم عالي بالنسبه لك، وان شاء الله ربنا يكرمك في اختيار استراتيجيه وتكتيك وطريقه وتقسيمه مباراه، وربنا يكرمك وتعدي ان شاء الله باذن الله. والاهلي يستحق، الاهلي احسن فرقه في افريقيا، يستحق الاهلي انه يكسب بطوله افريقيا ويروح كاس العالم للانديه. لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي ما تخافوش، ما فيش حاجه بتحصل خالص، كل حاجه في الدنيا بتنتهي، ما تخافوش، ما فيش حد هيعمل لكم اي حاجه. يعني انت ادخل المباراه وأكنك يا عم خلاص خسرتها، مفيش حاجة، كل الناس واقفة جنبك، شيل الضغوط من عليك، شيل كل الضغوط من عليك والعب بقى، لأنك أنت أحسن بكتير، فما تخافش. يعني أتمنى لعيبة النادي الأهلي أتمنى إنها ما تخافش. كابتن وليد صلاح الدين كابتن النادي الأهلي، دايما بنستمتع بآرائه الفنية ونصايحه للاعبي النادي الأهلي اللي كلها إخلاص ووفاء وانتماء، كنجم كبير للنادي الاهلي. كابتن وليد شرفتني ونورتني، ربنا يكرمك كابتن شادي، انا اللي سعيد اني كنت معاك، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكسب ويفرحنا طول ما هو يعني زي ما معودنا دايما، ان شاء الله الاهلي فوق الجميع ان شاء الله. كان معانا في فقرتنا الاخيره واحد من نجوم النادي الاهلي، اكيد انا استفدت بارائه زي ما حضراتكم كمان اكيد استفدتوا من اراء واحد من ابناء النادي الاهلي. ثلاث رسائل سريعه وهنختم على طول. الرساله الاولى في حلقه النهارده، جماهير الاهلي انتوا تاج على الرؤوس، تحيه كبيره ليكوا على احترامكم ووفائكم، وطول الوقت بتدونا درس كل مره وهي دي الحقيقه. الرساله الثانيه، اللاعبين زي ما قال الكابتن وليد والجهاز الفني، القتال جوه الملعب، اعمل اللي عليك، النتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. الرساله الثالثه، القنبله الاخيره كانت النهارده، وزي القنابل اللي في الحلقات اللي فاتت كان اللواء سامح مباشر وهو بيقول على اللائحه الاسترشاديه ما شاركناش فيها، ما فيش اجتماعات، كل الامور الكراسيه، وهكذا تدار كرة القدم. أكيد كمان هختم زي كل يوم، المجد كل المجد لشهداء النادي الأهلي، وتصبحوا على ألف خير، والكرة للجماهير.